بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذه الجلسة التحضيرية للاختبار، اختبار شهادة المراقب والمدقق الشرعي الصادرة عن أيوفي. الاختبار سيكون خلال يومين، يعني لمن ينوي حضور هذا الاختبار، يعني جلسة إن شاء الله ستكون مفيدة. بالنسبة لباقي الحضور أيضا الجلسة أيضا مفيدة، يعني لأنها تشمل تقريبا العديد من المعايير الشرعية، تقريبا 48 معيار شرعي نأخذ منها مقتطفات بإذن الله مع محاضرنا الأستاذ يوسف سلطان. مقدمة صغيرة عن الأستاذ يوسف سلطان. الأستاذ يوسف سلطان هو بالفعل حاصل على هذه الشهادة، شهادة CSAA، شهادة المراقب المدقق الشرعي. أيضا الأستاذ يوسف سلطان هو رئيس قسم الشريعة والحوكمة في مجموعة إثس، وهو أيضا مستشار شرعي مسجل من قبل هيئة الأوراق المالية في ماليزيا. في نهاية هذه الجلسة بإذن الله سنفتح المجال للأسئلة، وخلال الجلسة سيكون هناك العديد من الأسئلة التفاعلية، فنرجو من الحضور التكرم بالمشاركة والتفاعل لكي يعني تتحصل الفائدة بإذن الله. وجزاكم الله خيرا. نبدأ مع الأستاذ يوسف سلطان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. شكرا جزيلا لك الأخ مشعل، حياكم الله، بارك الله فيكم الحضور الأفاضل. تحياتي معكم الممتحنون يعني في هذا الاختبار، إن شاء الله يسر الله أموركم إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله. عرضي يكون إن شاء الله حوالي بعض الملخصات في كل المعايير الصادرة من أيوفي في المعايير الشرعية يعني. طيب أنا يعني أرجو أن عرضي يعني أمامكم. طيب في هذا البرنامج هناك معايير شرعية، نعم، وهناك معايير الحوكمة، وأيضا لمن يعني يستعد للاختبار في العربية، في اللغات العربية، هناك كتاب برنامج المراقب والمدقق الشرعي. هذا ليس بموجود لمن يعني يكون الاختبار في اللغة الإنجليزية. طيب نحن نبدأ إن شاء الله من المعايير الشرعية. هناك المعايير الشرعية الصادرة من أيوفي أكثر من هذا، من هذه، من 48، ولكن في الاختبار هذه هي النسبة يعني يجيء في الاختبار، فإن شاء الله سنخ تصير في هذه المعايير. طيب نبدأ من المعيار الأول. المعيار الأول حول المتأجرة في العملات. نعم، هناك حديث النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بذهب إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا بمثل مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، رواه البخاري. وهناك أحاديث، يعني هناك حديث مشهور أيضا يقال حديث الربا أو حديث ربا الفضل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وهناك أمور أخرى مثلا بمثل أو والفضل يكون ربا. ف يعني حسب هذا الحديث هناك قواعد شرعية للمتأجرة في العملات أو بيع الصرف. فمثلا يجوز أداء الدين بعملة أخرى. نحن يعني جئنا ببعض الفوائد، بعض الأمور التي لا يجوز، نعم، لا يجوز في الشرعية. فمثلا يجوز أداء الدين بعملة أخرى إذا كان الوفاء فوري وبسعر صرف اليوم. لماذا؟ لأن أداء الدين بعملة أخرى إذا لم يكن الوفاء فوري فهذا مناقض لما أمرنا في الشريعة، مثلا في هذا الحديث النبوي. نعم، وكذلك إذا لم يكن بسعر صرف اليوم
بل يكون بسعر صرف صرف ليس بصرف اليوم بل بصرف الأمس أو بصرف آخر، فهذا أيضا يشك أن يكون في نوع من الربا، شبهة الربا، فلهذا لا يجوز هذا. كذلك لا تجوز المواعدة في الصرف ويجوز الوعد الملزم. نعم، لما يعني نهى الشريعة الشريعة من ربا الفضل مثلا في الذهب والذهب والفضة والفضة والعملة والعملة قياسا على الذهب والذهب والفضة والفضة، هناك يعني بعض الناس هم يجيزون المواعدة، يعني هذا ليس لا يكون عقدا ولكن يكون مواعدة. المواعدة يعني الوعد يكون من كلا الطرفين، من البائع الوعد يعني أنه يبيع ومن المشتري أنه يشتري. نعم، هذا لا يجوز لأن المواعدة مثل العقود، مثل عقود المعاوضة. وهل يجوز عقد المعاوضة في هذا الحال؟ لا، فلذلك لا تجوز المواعدة أيضا. نعم، يجوز وعد من طرف واحد فقط، يعني حال إذا كان ملزما أيضا لا إشكال، ولكن الوعد يلزم أن يكون من طرف واحد فقط. نعم، كذلك يجب التقابض في مبادلة العملات والتماثل في البدنين من الجنس الواحد، يعني إذا كان العملة مثلا الدولار بالدولار، دولار يو اس دولار بيو اس دولار، أو ريال سعودي بالريال سعودي، يعني جنس واحد، فهناك شرطان: التقابض، نعم، والتماثل. وإن كان العملات ليس من جنس واحد مثلا يو اس دولار بريال سعودي، فالتقابض يعني شرط لازم والتماثل ليس، يعني لا يلزم أي يبادل دولار واحد بريال واحد سعودي، لا يلزم، يمكن بريال 3 ريال أو يعني 4 ريال حسب ما يعني يتوافق عليه المتعاقدا، نعم جائز. ولكن إذا كان من جنس واحد، العملة كلها جنس آخر، يعني ريال سعودي جنس واحد، دولار سعودي جنس واحد. نعم، يعني هذه هي القواعد المهمة في هذا المعيار. طيب، نبدأ في المعيار الثاني: بطاقة الحسن وبطاقة الائتمان، debit card and credit card. نعم، فبعض أحكام الشرعية مثلا يجوز شراء الذهب والفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري. نعم، هذا يعني لا يحتاج إلى شرحي، لأن إذا كان الحسم الفوري، نعم، الذهب والفضة كما يعني ذكرنا في العرض السابق تحت معيار المتاجرات في العملات، الذهب والفضة أيضا من الأشياء الربوية. نعم، كذلك العملة أيضا، لأن العملة يعني مثل الذهب والفضة. نعم، فالذهب والفضة أيضا فيها الأحكام الشرعية متماثل كما كان في العملات، يجوز أن يكون التقابض، يلزم أن يكون تقابض فوري، وأيضا التماثل يعني إذا كان من جنس واحد مثلا الذهب بالذهب أو الفضة في الفضة. فإذا يعني أراد أحدنا شراء الذهب أو الفضة واستعمل البطاقة الحسم debit card، نعم، والحسم يكون حسم فوري immediate settlement، فهذا يجوز. لماذا؟ لأن التقابض فوري. نعم، ولكن إذا كان التقابض ليس بفوري، مثلا قد يكون كذلك في بطاقة الائتمان credit card، فهذا يعني يلزم أن ننظر كم يوما كم مدة للحسم، هل يكون الحسم مثلا خلال 3 أيام أو خلال يعني أكثر من 3 أيام، فهذا يعني مسألة أخرى. كما يجوز ذلك ببطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسات المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل، هذا هو الشيء المهم، هل يكون الحسم فوري أم لا، هل يكون الحسم من المؤسسة المصدرة، نعم، the issuing institution، فوري أم لا. إن كان فوري أو إن كان بدون أجل فهذا جائز، إن كان بالأجل، نعم، أو مثلا أكثر من 3 أيام ف
فهذا فيه شيء شرعي. نحن يعني لا 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 نرى أن هذا جائز حسب هذا المعيار. يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسما عضوية، رسم عضوية ورسم تجديد ورسم استبدال، هذه كلها أجرة، أجرة مقابل ماذا؟ مقابل عمل، مقابل شيء يعني من المؤسسة، فهذا جائز، هذا ليس بالربا. كذلك يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات، هذا أيضا أجرة، أجرة من البائع مثلا، البائع يبيع شيئا مثلا السلع والخدمات والمشتري يستعمل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم من ذلك البائع، والمؤسسة المصدرة لذلك لتلك البطاقات يعني هم تتقاضى عمولة، نعم هذا عمولة يكون بالنسبة أو يعني fixed amount، ولكن هذا جائز، هذا فقط أجرة مقابل العمل. كذلك يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي وليس مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب، هذا للسحب النقدي من مثلا من ATM، نعم إن كان هذا رسم مقطوع متناسب مع خدمة السحب النقدي هذا جائز، وإن كان مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب هذا فيه شبهة الربا فلا يجوز. طيب في المعيار الثالث المدين المماطل، نعم procrastinating debtor، المدين المماطل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، فالمطل من المدين المماطل هذا ظلم في الأصل عند الشريعة، فلذلك يعني هناك أحكام يرتبط على هذا الحديث، فمثلا حكم هذا لا يجوز الشرط الجزائي، يعني المدين المماطل إذا مطل هل يجوز الشرط الجزائي من المدين مقابل الأجل؟ مثلا المدين هو بائع في المرابحة للآمر بالشراء مثلا، يعني هو العميل، عميل من البنك وهو مدين مماطل، يعني لا هو 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 يعني مطل في الدين، فهل يجوز الشرط الجزائي او بنالتي من هذا العميل؟ لا يجوز، لان هذا هو نفس الربا، ولكن نعم يجوز اشتراط التزام المدين بالتبرع عند المماطله، ومتى يذهب هذا التبرع؟ التبرع يذهب الى يعني صندوق التبرع، لا في انكم ستيتمنت للبنك، لا للشير هولدر، لا للمشاركين، لا، بل في صندوق التبرع أو في قسم آخر خاص للتبرع، هذا يجوز. يتحمل المدين المماطل مصروفات تحصيل الدين إن كان هناك مصروفات، مثلا legal fees، نعم، أو مثلا operational cost extra other operational cost، هذا على المدين المماطل، ولكن هذا فقط المصروفات، لا أزيد، ليس بأزيد من المصروفات. كذلك إذا كانت العين المبيعة قائمة على حالتها وكان المشتري مماطلا في أداء الثمن ثم أفلس، فإن البائع يحق له استرداد العين المبيعة، هذا يعني قاعدة مهمة في الشريعة في الفقه الإسلامي، وأظن أنه واضح. طيب في المعيار الرابع المقاصة، ما معنى المقاصة؟ المقاصة هي إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه، أنا لي دين عليك ولك دين علي، فنحن نقاص، نعم هذا هو المقاصة. هل يجوز المقاصة؟ نعم تجوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل، نعم لأن الرضا يعد تنازلا من كل من الدائنين عن حقه في الأفضلية. ما هي المقصة في الأصل؟ المقصة في الأصل هي التنازل، التنازل من ماذا؟ التنازل من الحقوق للدائنين، وما هي الحقوق؟ الحق في الأفضلية، نعم لتقاضى الديون، فلما يعني يتنازل صاحب الحقوق
من حقوقه هذا لا إشكال له في الشريعة، هذا يعني في سائر الأحكام الشرعية، إذا يتنازل من له الحق أو صاحب الحق من حقه بعد أن ثبت له الحق ليس فيه شيء من يعني عند الشريعة، يعني جائز. وكذلك تجوز المواعدة على إجراء المقاصة، وإذا كانت دينان بعملتين مختلفين فتكون المواعدة على إجراء المقاصة بينهما بسعر الصرف. هذا لماذا بسعر الصرف؟ لأن هناك يعني هناك أيضا يجب رعاية مسألة بيع الصرف كما يعني ذكرنا في المعيار الأول والمعيار الثاني، نعم، بالصرف السائد عند وقوع المقاصة. منعا للتواطئ على الربا، هذا هو منعا، هذا هو الشيء المهم، منعا للتواطئ على الربا، لأن إذا كان ليس بسعر الصرف يعني يدخل فيه الربا أو شبهة الربا. طيب، فالآن اختبار يعني مختصر يمكن لكم الاشتراك فيه. الأخ مشعل، أنت تريد أن تقول شيء؟ أوكي، طيب. فالاختيار الأول يعني السؤال، ماذا السؤال؟ يجوز أداء الدين بعملة أخرى إذا كان الوفاء، الأوبشنز، أولاً الاختيارات فوري وبسعر صرف اليوم، الثاني فوري وبسعر صرف اليوم وبالسعر الذي يتفق عليه العاقدان وقت نشوء الدين، وسي فوري وبسعر صرف اليوم أو بالسعر الذي يتفق عليه العاقدان وقت الأداء. شكرا لكم للاشتراك. نعم، الصحيح الأول، نعم، الاختيار الأول فوري وبالسعر صرف اليوم كما ذكرنا في المعيار الأول والثاني. جزاكم الله خيرا، شكرا. طيب، المعيار الخامس، نعم، الضمانات. ضمانات يعني guarantees. طيب، هناك مسائل. لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان. لماذا؟ الضمان ليس ليس بعضو، نعم، في ليس هذا من عقود المعاوضات الذي يجوز فيه العضو، لا يجوز، هذا فقط من التبرعات ولا يجوز العوض في 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 التبرعات. ويجوز تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على العميل. نعم، إن كان هناك مصروفات حقيقية، نعم، يجوز تحميل ذلك. نعم، هذا ليس من عوض، ليس من العوض أو ليس من المعاوضة لخدمة الضمان. يعني الضمان ليس بشيء له سعر أو له ثمن، هذا فقط من باب التبرع. كذلك لا يجوز أخذ الأجر يعني أجرة ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقا. كذلك الكفالة من باب التبرع. نعم، إن كان هناك كفيل هذا يعني هو متبرع، لا يجوز أخذ الأجر مقابل هذا العمل للتبرع. نعم، يجوز للكفيل استيفاء المصروفات الفعلية للكفالة، وإن كان هناك مصروفات فعلية والحقيقية، نعم، يجوز استيفاء ذلك. كذلك ضمان العين المؤجرة على مالكها، هي أمانة في يد المستأجر. العين المؤجرة، من عليه الضمان؟ الضمان على مالك العين المؤجرة. فما الحكم إن كان الضمان على المالك؟ فما الحكم إن كان هذا في يد المستأجر؟ هي فقط الأمانة. فلا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن أو الضمان ونحوهما على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين المؤجرة ما لم يكن الاشتراط مقتصرا على حالات التعدي أو التقصير أو المخالفة. فهذا يعني قاعدة مهمة في الشريعة. الأمين لا يضمن،
إلا في حالة التعدي أو حالة التقصير أو المخالفة. فالمستأجر هنا أمين، المالك ضامن، لا ليس المستأجر ضامن، المستأجر فقط أمين، والأمين فقط يعني يتحمل الضمان في حالة التعدي أو التقصير أو المخالفة. طيب كذلك لا يجوز اشتراط الكفالة بالرهن في عقود الأمانة ما لم هذا هناك في العرض، نعم هذا ما نفس ما قلت، اشتراط ما مقتصر على حالة التعدي أو التقصير أو المخالفة للشروط. طيب تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، هناك بعض الأحكام بعد الأحكام الشرعية مثلا إذا كان التحول من داخل من داخل البنك ولم يتم إخراج الزكاة فإن أداؤه على الفترة عن الفترة السابقة واجب على المساهمين. ما معنى إذا كان التحول من داخل البنك؟ يعني البنك لم يشتريه الشركاء الجديدة، بل الشركاء يعني هم نفس الشركاء الذي كانوا في الشركة إذا كان البنك بنكا تقليديا، نعم هم نفسهم يعني يريدون التحول إلى مصرف إسلامي، فإذا فعند ذلك نحن نقول هذا من داخل البنك، التحول من داخل البنك. فإذا كان التحول من داخل البنك نحن ننظر هل تم إخراج الزكاة من الفترة السابقة عن الفترة السابقة أم لا، إن لم يتم فإن أداءها واجب. نعم إذا كان التحول بتملك من الراغبين في تحويله يعني الشركاء الجديدة، نعم في الراغبين في تحوله فلا يجب عليهم زكاة عن الفترة السابقة لأن الملكية لأن الملك لم يتم لهم، هم فقط يعني شاركوا في هذا الشركة في هذا البنك وهم يعني مكلفون في ناحية من الناحية الشرعية للفترة القادمة لا للفترة السابقة، ويجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على موجودات نقدية في مواردها مما التزم بفائدة عنها. يعني إذا كان تصرفات العمليات التقليدية في البنك إذا كان يعني تتحمل على التزام بفائدة interest base يجب تصفيتها، يجب تصفية آثارها على 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 الشركاء الجديدة أو إلى البنك التي يعني تحول إلى مصرف إسلامي. طيب المعيار القادم الحوالة، فهناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مالي فليطبع، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. فعلى هذا حوالة الدين هي نقل الدين. طيب حوالة ما هي الحوالة؟ حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فأنا مثلا أنا مدين، نعم الدائن يجيء إلي يأتي إلي ويعني أنا مدين وأنا أحيل إلى شخص آخر، فأنا محيل أنا مدين وأنا محيل ومحال علي هو شخص آخر الذي يعني أنا يعني حاولت عليه أحلت عليه، فهذا هي حوالة. وحوالة الحق التي حوالة يكون حوالة الدين وحوالة الحق، حوالة الحق هي حلول دائن محل دائن آخر. طيب يشترط لصحة الحوالة يكون المحيل مدينا للمحال، نعم المحيل يجب أن يكون مدينا للمحال، فحوالة من لا دين عليه هي وكالة بالقبض وليس حوالة. إن لم يكن المحيل مدينا فهو ليس بمحيل بل هو يكون فقط وكيل بالقبض، نعم ليس لا يكون هذا حوالة. لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل، فإن لم يكن مدينا له فهي حوالة مطلقة ويرجع بعد ذلك بما دفعه على المحيل. يعني المحال عليه الذي أحال إليه على أحال عليه المحيل هل يشترط له أن يكون مدينا؟ لا هذا لا يشترط. طيب المعيار الثامن المرابحة،
هناك يعني المرابحة من المعايير الأساسية في المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي، وهناك يعني بنود يعني كثيرة كثيرة، ولكن نحن جئنا ببعض الأحكام. أحكام متعلقة بالسعر مثلا، تضاف المصاريف المباشرة فقط، يعني هذا يعني أحكام متعلقة بتعيين السعري في المرابحة. فالمصاريف المباشرة فقط تضاف إلى المرابحة، إلى سعر المرابحة. فإن كان المصاريف غير المباشرة مثلا office rent، نعم، أجرة المكتب، هذا لا يضاف إلى سعر المرابحة، بل فقط المصاريف المباشرة مثلا transportation، نعم، transportation cost أو كذلك. على المصرف الإفصاح عن أي خصم يحصل عليه. إذا حصل المصرف على أي خصم مثلا any discount، يجب عليه أي أن الإفصاح، لأن المرابحة من بيوع الأمانة، نعم. فعلى البائع، على البائع، من البائع في هذا العقد؟ البائع الأول supplier vendor، والبائع الثاني البنك، والكاستمر والعميل هو المشتري. فعلى البائع الثاني، يعني بين العميل وبين البنك هو البائع، فعلى البائع الإفصاح عن أي خصم حصل عليه، هذا من شروط بيع المرابحة. وكذلك يجوز أن يكون، يعني هذا الخصم يكون للمشتري أيضا، إن حصل البنك على خصم، يجب أن العميل أيضا يحصل على نفس ذلك الخصم. يجب أن يكون السعر والربح محددا، نعم، هذا جائز، يعني لا فقط جائز، هذا يجب، لأن السعر والربح هو يعني هو جميعا ثمن المبيع، والثمن يجب أن يكون محددا، كما يكون المبيع يجب أن يكون محددا كذلك الثمن، نعم. فلذلك السعر والربح كلاهما يجب أن يكون محددا وثابتا عند العقد، ولا مانع بالاستئناس بمؤشرات معينة لتحديد الربح قبل إبرام العقد. نعم، يجوز الاستئناس إلى مؤشرة مثلا الليبور أو كذلك، يعني هناك مؤشرة اليوم، هناك مؤشرة إسلامية أيضا يجوز، ولكن يجب أن يحدد الثمن قبل إبرام العقد. يجوز الخصم عند السداد المبكر إذا لم يكن مشروطا في العقد ولم يكن ممارسة معتادة. يعني إذا جاء المشتري مثلا، البيع كان يعني بيع المرابحة كان بأجل سنة واحدة مثلا، وجاء المشتري بعد 6 أشهر وقال يعني أنا أريد أن يعني to pay everything now, right؟ نعم، والبنك هل يجوز له أن يعطي له خصما rebate أم لا؟ فهذا إن لم يكن مشروطا في العقد جائز، إن كان مشروطا في العقد فهذا من باب دعوى تعجل، نعم، هو ربا عند يعني كثير من العلماء، يعني نعم. فلذلك لا يمكن لنا كذلك، نعم، إن كان الخصم بغير اشتراط في حين العقد هذا يجوز. طيب، الآن اختبار آخر، السؤال: إذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراج الزكاة، نعم، ما هي الخيارات؟ إن أداؤها عن الفترة السابقة واجب على المؤسسة، أداؤها عن الفترة السابقة واجب على المساهمين، أو لا يجب عليهم زكاة عن الفترة السابقة كليا.
شكرا لكم للاشتراك. الصحيح option B، نعم، أداؤها عن الفترة السابقة واجب على المساهمين لأنهم هم المكلفون من الشريعة، نعم، لأداء الزكاة. طيب جزاكم الله الاشتراك. طيب المعيار التاسع، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، فبعد الأحكام الشرعية مثلا يجوز باتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية، نعم، أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرة، أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع فتصبح دينا على المستأجر ولا يجوز اشتراط زيادتها. فهل يجوز زيادة الأجرة بعد التحديد في العقد أم لا؟ إذا كان الأجرة مقابل مدة يعني انتفع فيه المستأجر وصار الأجرة دينا، فزيادة الأجرة لا يجوز، لأن هذا هو نفس الشيء الذي يعني ذكرنا في معيار المدين المماطل. وإذا كان الأجرة مقابل مدة لم يحصل عليه الانتفاع، لم ينتفع فيه المستأجر إلى الآن، فهذا يجوز، فهذا من باب يعني negotiation، يعني مساومة بين المستأجر والآجر على أجرة مدة يعني قادمة، فهذا يجوز، هذا لا يكون من باب الربا. لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين. نعم، لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء المنفعة، وعلى المستأجر الصيانة التشغيلية أو الدورية. فهذا يعني من باب من عليه ماذا؟ Who is responsible for what؟ فالمستأجر عليه الصيانة التشغيلية أو الدورية. مثلا إن كان له يعني إن كان المأجور سيارة، فعلى المستأجر الصيانة التشغيلية، يعني ماذا؟ يعني مثلا maintenance، مثلا changing، تبديل الأويل، نعم هذا. وعلى المؤجر الصيانة الأساسية، مثلا إن كان يعني if the chassis or the engine، نعم، تلفت الإنجين، فعلى من الضمان؟ الضمان على الآجر، الضمان على المؤجر. ولا يجوز يعني transfer، يعني التوافق على أن الصيانة الأساسية أيضا على المستأجر، هذا التوافق لا يجوز، لأن بذلك الضمان، بذلك الغرم يجوز للغرم، يجوز الغرم للمؤجر، الغرم بالغنم، إن كان له الغنم فعليه الغرم أيضا. طيب العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعد أو تقصير، فهذا من باب الأمانة كما ذكرنا أيضا من في معيار سابق، أن المستأجر هو أمين لذلك المأجور، الشيء المأجور، نعم، أو المؤجر. فالأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير، نعم، فإن كان حالة التعدي أو التقصير فقط في ذلك يضمن المستأجر، وإلا فالضمان على المؤجر أو الآجر. طيب المعيار العاشر والمعيار الحادي عشر، السلم والسلام الموازي والاستثناء والاستثناء الموازي. ففي هذا العرض يعني هو الفرق بين يعني العقدين. فمثلا في السلم، ما يكون فيه السلم؟ السلم المعقود عليه يكون مثلي او معدود، لا تتفاوت احاده، ويجب ان يكون معلوما موصوفا وموجودا في محله عاده. فلا يجوز السلم في مبيع في معقود عليه لا يوجد في المحل عددا. مثلا المبيع يونيك برودكت، لا يجوز فيه السلم. السلم يجوز فقط في اشياء يوجد في المحل، في محل التجاره. والاستثناء يعني يحتاج الى تصنيع، ولذلك يجوز في اشياء يعني يونيك، مثلا
special machine مثلا هل يجوز فيه السلام؟ لا. هل يجوز فيه الاستثناء؟ نعم يجوز. ولكن أيضا في الاستثناء يجب أن يكون المعقود عليه معلوما يعني موصوفا بالصفات لا إشكال فيه أو لا محل للتنازع بين العقدين فيه. هذا يعني شرط في كل عقد البيع في كل عقد بيع من الشريعة. هذا شرط أساسي أن يكون المبيع أن يكون المعقود عليه موصوفا معلوما عند الطرفين. طيب دفع الثمن بالنسبة لدفع الثمن في السلم الشرط أن يكون دفع الثمن كاملا وحالا يعني بعدما انعقد المتعاقدان فورا يجب على المشتري نعم على المشتري يعني هو رب السلم على رب السلم أن يدفع الثمن كاملا. ولكن في الاستثناء يجوز أن يكون أن يدفع الثمن كاملا حالا أو كاملا مؤخرا أو مقسطا يعني يدفع حسب التقسيط هذا أيضا جائز. وبالنسبة للشرط الجزائي في السلم هذا ليس بجائز ولكن في الاستثناء جائز على التأخر في العمل لا على التأخر في أداء الثمن يعني إذا كان الصانع يتأخر في العمل نعم مثلا هو وعد أنه يعني يدفع المبيع الشيء المصنوع مثلا في 6 أشهر ولكن لم يمكن له الدفع إلا في الشهر 7 أو 8 فهذا يجوز لهم أن يكون له بند في العقد أن الصانع إذا تأخر في العمل يعني مثلا بعد 6 أشهر أو 7 أشهر الثمن فيه يكون فيه خصم مثلا الثمن كان $1,000 نعم ولكن إذا تأخر يعني بعد 6 أشهر مثلا يكون الخصم 10% 10% مثلا هذا جائز ولكن لا يجوز الشرط الجزائي على أداء الثمن يعني بالنسبة إلى المشتري المستصنع إن تأخر عن أداء الثمن يعني بعدما دفع الصانع الشيء المصنوع هل يجوز للصانع أي يلزم الشرط الجزائي؟ لا لأن الشرط الجزائي هناك مقابل دين مقابل الثمن هذا لا يجوز هذا من باب الربا. طيب المعيار 12 الشركة والمشاركة والشركات الحديثة بعد الأحكام الشرعية هناك يجب تحديد توزيع الأرباح عند إبرام العقد هذا شيء مهم أساسي في كل عقد الشركة والمضاربة أيضا من باب الشركة فيجب تحديد توزيع الأرباح عند إبرام العقد وبنسبة نسب شائعة ليس بنسب معلوم مثلا العشرة في المئة لرأس المال 10% of the capital هذا لا يجوز ولكن العشرة في المئة من الربح 10% of the profit هذا هو يجوز وهذا هو اللازم وليس بمبلغ مقطوع مثلا يقال الربح ماذا الربح؟ الربح مثلا 10,000 في كل شهر أو في كل سنة هذا لا يجوز لأن هذا مبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال كما ذكرت ويجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال فهذا لا يجوز أن يتفق العقدان على 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 نسبة الخسارة لا يجوز أن يقولوا طيب أنا لي الخسارة 90% 90% ولك الخسارة 10% أو أنا لي الخسارة 100% لا يجوز هذا بل يجب أن تتفق نسبة الخسارة في كل حالة مع نسبة المساهمة فإن كان نسبة المساهمة مثلا 50-50 50-50 فيكون نسبة الخسارة أيضا 50-50 ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الأطراف لها كما قلت أو تحميلها بنسب مختلفة عن حصص الملكية كما قلت أيضا
ولا مانع عند حصول الخسارة من قيام أحد الأطراف بتحملها دون اشتراط سابق. نعم هذا شيء مهم. إذا هذا يعني تحدد أن لهذا الشريك نسبة هذا من الخسارة وهذا الشريك نسبة هذا من الخسارة، بعد أن حدد هذا إذا تنازل أحد نعم ويقول طيب أنا أحمل الخسارة كلها مثلا، أو أنا أحمل خسارتك مثلا، هذا يجوز، هذا من باب التبرع. ولكن هذا إذا كان باشتراط سابق، وهناك قاعدة فقهية كل ماذا المعروف كالمشروط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان هذا كان عرفا نعم فهذا أيضا مثل الاشتراط السابق، هذا لا يجوز، لأن لهذا الاشتراط السابق هذا يكون مثل الضمان للشريك، والضمان للشريك بالمشاركة هذا يحول عقد المشاركة إلى عقد الربا نعم، فلذلك لا يجوز. طيب لا يجوز اشتراط شرط يؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح، هذا شيء مهم مهم جدا. يعني هذا في هذا الشيء، هذا القاعدة، هذا البند، لا يجوز اشتراط شرط يؤدي إلى احتمال قطع الشركة، هذا ما يعني نحتاج إلى ذكر كثير إذا ما يعني نحدد نسبة الأرباح في الشريك يعني عند الشركاء. فيمكن لنا أن نحدد شركة يعني الأرباح in different ways, in several ways. نعم مثلا نقول في السنة الأولى نسبة الأرباح هكذا، في السنة الثانية نسبة الأرباح هكذا. يمكن لنا أن نحدد نسبة الأرباح من يعني طرق كثيرة شتى، ولكن لا ماذا لا يجوز أن نشترط شرطا يؤدي إلى احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح كلها. مثلا نشترط أن طيب إن كان الربح فوق 2000 دولار فنحن نشترك في الربح، وإن كان الربح يعني تحت 2000 دولار فالربح كله لك أو لي. فهذا الشرط يعني يقطع اشتراك الربح، اشتراك ربح عهد الشريك إذا كان الربح تحت 2000 دولار، فهذا لا يجوز. وإن كان الشرط يعني ليس بكذلك، مثلا يكون الشرط إن كان هناك ربح أكثر من 2000 دولار فالأكثر فقط لأحد الشريك، هذا يجوز. لماذا؟ لأن الربح إذا كان 2000 دولار أو تحت 2000 دولار فالشريكان يعني كلهم يشتركوا في الربح. وإن كان أكثر من 2000 دولار فحتى 2000 دولار كلهم يشترك، والأكثر في 2000 دولار أحدهم يشترك، يعني هناك ليس في احتمال قطع اشتراك أحد الأطراف في الربح، فهذا يجوز. لا يجوز توزيع الأرباح بالشكل النهائي على أساس الربح المتوقع، بل على أساس الربح المتوقع حسب التنديد الحقيقي أو الحكمي. التنديد الحقيقي يعني actual valuation يكون بعد بيع السلع، نعم بيع الأساس للشركة. والتنديد الحكمي يكون بعد valuation، بعد التقويم للأساس للأسس أو للمبيعات مثلا في الشركة، بعد التقويم، بعد all valuation then only after that بعد ذلك يكون التنديد حكمي. فيجوز توزيع ربحي من التنديد الحقيقي أو الحكمي كليهما. طيب الآن الاختبار، السؤال: يجوز الخصم عند السداد المبكر إذا لم يكن مشروطا في العقد حتى وإن كان ممارسة معتادة، أو إذا كان مشروطا في العقد أو إذا لم يكن مشروطا في العقد ولم يكن ممارسة معتادة؟
شكرا لكم. نعم الصحيح هو الخيار option C، إذا لم يكن مشروطا في العقد ولم يكن ممارسة معتادا. لماذا؟ كما قلنا إذا كان مشروطا في العقد فهذا يعني لا إشكال فيه، نعم، وإن كان ممارسة معتادة فهذا من باب المعروف كالمشروط، فهذا أيضا من قبيل لا يجوز. طيب نو المضاربة، كما قلت المضاربة أيضا من أنواع الشركة، فالأحكام متماثل في المضاربة والمشاركة، فقط أن في المضاربة فقط هناك طرفان، الطرف الأول يأتي برأس المال ويقال رب المال، والطرف الآخر يأتي بالعمل ويقال مضارب. ولكن في الشركة أو في الشركات، يعني مثلا في شركات العقد هناك يجوز أن يكون شركاء، يعني شريك اثنان أو أكثر من اثنان، ويجوز وكلهم في شركة الأموال مثلا كلهم يأتي بالأموال برأس المال، وبعضهم أو كلهم أيضا يأتي بالعمل. نعم هذا هو الفرق الأساسي بين المضاربة والشركة. فلذلك الأحكام الشرعية للمشاركة أو الشركة متماثل في المضاربة أيضا، فقط هناك فرق بعض الفروق، وتلك الفروق للفرق الأساسي أن هناك فقط طرفان والطرف الواحد فقط يأتي بالعمل، فهناك فرق بالنسبة للمضارب فقط. فمثلا أحكام الربح، أحكام الربح متماثل كما ذكرنا في أحكام الربح للمشاركة. الأصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة. نعم هناك مسألة، هل يجوز الجمع بين الربح في المضاربة والأجرة؟ يعني هل يجوز للمضارب أن يكون له نسبة من ربح وأيضا يكون له أجرة معينة؟ فالمسألة على أنه إذا اتفق طرفان على قيام عمل بعمل ليس من عمل المضاربة بأجر محدد وكان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد، طيب فالمسألة أنه لا يجوز، نعم، ولكن يجوز بشرط، والشرط هو أن يكون العمل الذي بمقابلته الأجر، العمل ليس من أعمال الأساسية للمضاربة، لأن الأعمال الأساسية للمضاربة يحصل عليه المضارب يعني مقابل هذا العمل الربح، فلا ينبغي لنا أن نعطي أيضا الأجرة له لهذا، لأن هذا يؤدي إلى ربح معين بمبلغ مقطوع للمضارب، وهذا من ما لا يجوز. نعم ولكن إن كان العمل الذي يعني يعمل المضارب ليس من العمل الأساسي للمضاربة، بل هو يقدم عمل أكثر من العمل الأساسي، وهناك يعني عقد منفرق عن عقد المضاربة، نعم، فهذا يجوز له في تلك العقد، يكون عقد الإجارة، إجارة الخدمة service contract between يعني بين المضارب وبين الشركة، أي بين المضاربة، فهذا يجوز والعقد يكون عقد منفصل. إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع لازم اعتماده، وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من العمل، لأن إذا لم يعني فسد المضاربة ماذا بقي؟ بقي نسبة العامل، نسبة الأجير، فهو يستحق الأجرة، أجرة المثل. طيب رأس مال المضاربة، لست في رأس مال المضاربة يكون نقدا، ويجوز أن تكون العروض أيضا رأس مال المضاربة، ولكن يجب التقويم، وتعتمد في هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة، ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين. ذوي الخبرة في أي تجارة؟ في جنس التجارة للمضاربة، مثلا المضاربة للسيارة، لبيع السيارة، فيعني لا نحتاج إلى رأي ذوي الخبرة في تجارة أخرى، نعم، نحن نحتاج إلى ذوي الخبرة في نفس التجارة. كذلك لا يجوز أن يكون رأس المال دينا لرب المال على المضارب أو غيره، فإن كان دينا لا يحصل به المقصود. ما هو المقصود؟ ما هو المعقود عليه في المضاربة؟ الربح. فإن كان هذا الدين، فإن كان رأس المال دين لا يعني
لا يتفق للمضارب أي أن يبيع شيئا أو يشتري شيئا بذلك رأس المال فلا يحصل على الربح فيفوت المقصود فيفوت المعقود عليه في المضاربة فلذلك لا يجوز. نعم إذا كان الدين تابعا لعين هناك يعني شرح في المعيار إن كان الدين تابعا لعين نعم هذا يجوز. طيب الاعتمادات المستندية documentary credit الاعتماد المستندي هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات يعني هو فقط تعهد من المصرف أنه يلزم يعني يأتي بوفاء بالوفاء بمطابقة المستندات للتعليمات فبالنسبة إلى المصرف فقط يعني هناك طرفان الأول فقط التعهد بالوفاء والثاني بأعمال أخرى مثل أعمال التحقيقات للمستندات مثلا فالتعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات نعم هذا هو نفس الشيء على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد فالخدمات والكفالة يعني هناك طرفان فهل يجوز الأجرة على طرف الكفالة الذي هو الضمان الذي هو من باب التبرع لا يجوز لا يجوز أخذ أجرة على الضمان كما قلنا في المعيار حول الضمانات نعم ولكن هل يجوز للمؤسسة أن يأخذ أجرة مقابل الخدمات التي يقدم مثلا فحص المستندات وكذلك الخدمات الإجرائية نعم فإن ذلك من باب الإجارة من باب إجارة الخدمات service contracts نعم فذلك يجوز المؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية أيضا القيمة الفعلية التكلفات الفعلية المصروفات الفعلية يجوز له أيضا على الاعتماد المستندية ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة سواء كانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد على أنه يجب ألا تراعي مدة الاعتماد ولا جانب الضمان عند تقدير الأجرة فالأجرة يعني يجوز أن يكون مبلغا مقطوعا أو نسبة ولكن يعني المعتبر ألا يكون ألا تراعى مدة الاعتماد في تحديد الأجرة يعني هذا لا يكون مرتبطا بتحديد الأجرة سوري معتمد مرتبطا بمدة الاعتماد هذا لا يكون ولكن يكون مبلغا مقطوعا أو نسبة للمبلغ نعم ذلك جائز طيب المعيار القادم الجعالة الجعالة عقد يلتزم فيه أحد طرفيه بتقديم عوز معلوم والعواز يقال له جعل لمن يتحقق نتيجة معينة في زمن معلوم أو مجهول نعم فالزمن يمكن أن يكون معلوما أو مجهولا ولكن النتيجة العمل يكون يعني يمكن أن يكون معلوما أو مجهولا أيضا ولكن ماذا يكون معينا النتيجة هذا هو يعني تعريف الجعالة فالفرق بين الجعالة والإجارة بأمور مثلا صحة الجعالة مع جهالة العمل الإجارة لا تصح إلا يعني بعمل معلوم لأن عمله هو معقود عليه ولكن الجعالة تصح مع جهالة العمل وأيضا باكتفاء تحديد نتيجة المطلوبة من الجاعل نعم وكذلك عدم حاجة الجعالة إلى القبول يعني الجعالة يكون بنفس الإعلان مثلا الجاعل يمكن له إعلان لمن مثلا هو يقول لمن حصل له هذه النتيجة له يكون هذا الجعل هذا جائز نعم وكذلك توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه لا يعني الجعل يكون يتوقف على إنجاز العمل وتسليمه عمل يعني النتيجة بعدما إنجز العمل وبعدما سلم
يعني صاحب الجعل فهو يستحق الجعل. وكذلك صحة الجعالة من غير معين كما قلنا، الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الإجارة. الإجارة يعني إجارة من عقود المعاوضة، هناك إيجا وهناك قبول، ولما يكون إيجا والقبول يلزم. والجعالة ليس كذلك كما قلنا، الجعالة يمكن فقط بنفس بالإعلان، نعم، فذلك الأصل عدم اللزوم. طيب الأوراق التجارية يعني commercial papers هي أوراق تتضمن التزاما بدفع مبلغ نقدي ما يمكن نقل الحق من شخص إلى شخص آخر، وتتضمن الشيك والكمبيالة والسند لآمر. نعم، مثلا الشيك التشيك، نعم، هناك مبلغ نقدي وتتضمن الأوراق، هذا الشيك يعني ورقة، ولكن هذه الورقة تتضمن بدفع مبلغ نقدي، نعم، من شخص إلى شخص آخر. فنكتب في الشيك أنه يعني مثلا من أنا من يوسف إلى شخص آخر، نعم، من إلى الأخ مشعل مثلا. والبنك يلزم بدفع هذا المبلغ إلى ذلك الشخص، هذا هو الشيك. والكمبيالة أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد بشرط موجه منه إلى شخص آخر، يكلفه فيه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لآمره أو لحامله ذلك الأمر. يعني الأصل يعني في الشريعة يعني الشيك والكمبيالة والسند للآمر يعني very much similar، متماثل قريب، نعم، ولكن في الحقيقة في in practice they are different، هناك فرق. كذلك السند للآمر والشيك. طيب لا يجوز التعامل بالكمبيالة والسند للآمر فيما يشترط فيه القبض، فيما يشترط فيه القبض، مثل جعلهما بدل عقد الصرف ورأس مال السلم. هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ الأشياء التي يلزم فيه أو يشترط فيه القبض، مثلا في عقد الصرف مثلا الذهب والفضة والعملات، إذا كان التعامل بالكمبيالة والسند لآمر، والكمبيالة والسند لآمر والشيك مثلا كما قلنا، التقابض يكون بعد مدة، فلا يكون التقابض بعد العقد. فلذلك هذا لا يجوز، يعني هذا هو violation of sort of contract. ويجوز استعمال الشيك الحال المصرفي أو المصدق فيما يشترط فيه القبض. إن كان الشيك شيك الحال like cash check spot check like إن كان يعني يدفع حامل الشيك إلى البنك يعني يلزم بالتصفية في فوريا، فهذا يجوز هذا يجوز في البيع الصرفي مثلا في الذهب والفضة والعملات. طيب الآن اختبار آخر، السؤال العين المؤجرة من عليه ضمان؟ بالنسبة للإخوة الذين يرفعون أيديهم للسؤال أو للاستفسار، ستكون هناك فرصة في نهاية الجلسة بإذن الله مخصصة للأسئلة، فنرجو الصبر. جزاكم الله خيرا. ممكن الأخ مشعل، نحن we take some questions now. What do you think? طيب. على هذا الاختبار إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب شكرا لكم للاشتراك في الاختبار. الصحيح الأول، الخيار الأول، نعم، على ضمان المؤجر
طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجر تعدينا أو تقصير. كما قلنا كما ذكرنا يعني في العرض أن المستأجر أمين بالنسبة للشيء المأجور أو العين المؤجرة، فهو فقط يضمن إذا وقع منه تعد أو تقصير. نعم، وإن لم يكن كذلك فالعين المؤجرة يكون على ضمان المؤجر. جزاكم الله. نعم الأخ مشعل. واصل، يبدو أن الأخ تراجع. واصل أستاذ يوسف. نعم واصل. أوكي طيب. So we continue. نعم من فضلك. فلا سؤال الآن. نعم. لا يوجد سؤال. أوكي إن شاء الله. طيب أوكي. الصكوك الاستثمار. الصكوك ما هي الصكوك؟ الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية عيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. فيعني الأشياء المهمة في هذا التعريف هي أنها أولا وثائق متساوية القيمة. نعم، هذا مثل الشيرز أيضا، ستوكس أيضا، ولكن والثاني تمثل حصصا شائعة في ملكية ماذا؟ في ملكية يكون أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص. فهذا الوثائق يعني تمثل الملكية في شائع في أي من هذه الأشياء، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل بعد. طيب، تداول الصكوك يخضع لشروط تداول ما تمثله، مثلا نقد عين منفعة دين. تداول الصكوك، هل يجوز تداول الصكوك؟ يعني ماذا يعني نعني بالتداول الصكوك؟ تداول الصكوك يعني الصك مثلا قيمته الأصلية مثلا 100 ريال، هل يجوز بيع هذا الصك ب110 أو ب90 ريال؟ فهذا ما نعني بالتداول. فالمسألة هنا أن تداول الصكوك يخضع لشروط تداول ما تمثله. ما مثلا الصكوك تمثل نقود، نعم، ففي تداولها شروط الصرف واجب، يعني لا يجوز التداول بأكثر أو أقل من قيمة الاسمية. نعم، إن كان الصك القيمة الاسمية يكون 100 ريال فالتداول يجب ب100 ريال. نعم، إن كان عين أو منفعة، نعم، يجوز أن يكون أكثر أو أقل من القيمة الاسمية، ولكن هذا يخضع إلى الشروط التي ذكرها أيوفي، أظن تحت معيار المشاركة، يعني النسبة مثلا كم نسبة للعيان، كم نسبة للنقود، إن كان هناك يعني mixed assets، نعم، mixed assets in a company what would be the ratio. هذا يعني كما ذكر في أيوفي في أظن تحت معيار المشاركة. وإن كان دين كذلك، يعني حكم الدين وحكم النقود مماثل، يلزم فيه حكم الصرف، يعني لا يجوز التداول بأكثر وأقل من قيمة الإسمية. طيب، هناك مسائل أخرى في الصكوك، يعني عليكم أن تقرأوا المعيار كاملا إن شاء الله. طيب، المعيار القبض، الأصل في تحديد كيفية القبض الأشياء العرف. كيف نحدد كيفية القبض؟ يعني ماذا نعني بالقبض؟ الأصل يعني القبض يكون مختلفا باختلاف الأشياء ونحن نحتاج إلى العرف. فمثلا قبض السيارة يكون ممكن بتسليم الكي، نعم، بتسليم المفتاح مثلا ممكن، وقبض الموبايل مثلا يكون بحال آخر كذلك. يعني كل قبض كل أشياء يحتاج إلى عرف، ولذا اختلف القبض في الأشياء بحسب اختلاف بنفسها وبحسب اختلاف أعراف الناس فيها. وكذلك مصروفات تسليم المبيع تكون من عليه مصروفات التسليم. نعم، الأصل في الشريعة في الفقه الإسلامي
أن من عليه شيء عليه المصروفات المتعلقة بذلك الشيء أيضا. مثلا على البائع أن يسلم المبيع، على المشتري أن يسلم الثمن، فعلى البائع أن يتحمل مصروفات تسليم المبيع أيضا، وعلى المشتري كذلك إن كان هناك مصروفات لتسليم الثمن عليه كيد نظري. ولكن نعم يجوز أن يتفق بائع المشتري، مثلا يقول هم يقولون طيب المصروفات كلها 50-50 بيننا، نعم هذا جائز، التكلفة جائز ما لم يكون هناك شرط، هذا هو ذلك، ما لم هناك شرط، إذا كان يشتريتان شرط بين البائع والمشتري هذا جائز، أو عرف على خلاف ذلك فإنه يلزم مراعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو الحديث يعني قد نسيته، أخي ميشيل، المؤمنون على شروطهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم المؤمنون على شروطهم. طيب، يعد من القبض الحكمي قبض المستفيد للشيك المصرفي أو الشخصي المضمون السداد من البنك المسحوب عليه، ويعد ذلك قبضا لمضمونه ولو تأخر التحصيل الفعلي لمبلغه. هذا يعني كما ذكرنا أيضا في بعض المعيار السابق أيضا، القبض الشيك هل يعد قبضا أم لا؟ قبض الشيك يعني الشيك المصرفي يعد قبضا حكميا، فإن كان يعد قبضا حكميا هل يجوز بيع الذهب والفضة بالشيك؟ نعم يجوز، لأن هو يعني هذا يعد قبضا حكميا، فإن كان البائع قبض على الشيك المصرفي فهو يعد على أنه قبض على العملة، وكذلك يعني المشتري إذا قبض على الذهب أو الفضة أو العملة أخرى فيكون هذا قبضا أيضا، قبضا حقيقي، فقبض حقيقي وقبض حكمي يجتمعان ويكون التقابض، وهذا هو الشرط في بيع الصرف. يعد من القبض الحكمي الدفع ببطاقة الائتمان يعني ديبت كارد، نعم أيضا لا ائتمان هو كريدت كارد، نعم هذا هو أيضا يعد من القبض الحكمي، ولكن كما ذكرنا في المعيار الثاني، نعم في بطاقة الحسمي وبطاقة الائتمان ديبت كارد شارت كارد، فكما ذكرنا في ذلك المعيار إن كان هذا يعني settlement يكون فوري من المصرف، فإن لم يكن فوري فلا يعد هذا من القبض الحكمي. طيب، so many معيار، so many standards، ما شاء الله، الله يوفقنا. القرض، نعم يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير أن لا يكون حيلة ربوية لأنه مقابل خدمة، يجوز اشتراط الجعل على الاقتراض للغير على أن لا يكون حيلة ربوية لأنه مقابل خدمة، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقراء من جواز أخذ الجعل على الشفاعة والجهل. الجعل على الاقتراض للغير أن لا يكون حيلة ربوية. أخي مشعل، ما هذا المعي يعني، can you explain what is this؟ نعم بسم الله. الاقتراض للغير يعني المقصود به أن مثلا أطلب من أخي يوسف أن يقترض لي من مثلا أخي سيد هاشم، يجوز أن يطلب مني أخي يوسف جعل أن يقول لي إذا أنا استدنت لك من سيد هاشم 1000 فلك فعليك أن تعطيني مثلا 100 ريال، هذا جائز، نعم لأنها خدمة من أخي يوسف. نعم نعم، شكرا لك شكرا لك. مثلا if we are arranging a loan for someone، نعم الحصول على القرض من البنك مثلا أو من مصرف مثلا، فخدمة الحصول على القرض لشخص آخر هل يجوز أن يكون في مقابله أجرة أم لا؟ نعم يجوز. طيب، لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقترض مقرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، لأنها من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن لم يكن من العادة الجارية بينهما، نعم هذا لا يكون من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولكن أيضا يلزم أن يكون هناك يعني
التحوط من كل ربا من كل شبهة أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، تجوز الزيادة على القرض في القدر أو الصفة أو تقديم عين أو بذل منفعة عند الوفاء من غير شرط ولا عرف. فالشيء المهم من غير شرط ولا عرف، فإن كان هناك شرط سابق فهو ربا، إن كان هناك عرف أيضا فيكون هذا من باب الربا أيضا، من باب كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الحسابات الجارية تكيف على أنها قروض. نعم، الحسابات الجارية في البنوك تكيف بأنها قروض، ويجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب الحسابات الجارية، ولكن لا يجوز للمؤسسة أن تقدم جوائز أو مزايا لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحدها. أما إذا كانت الجوائز عامة لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية فلا مانع. فالحسابات الجارية تكيف بأنها قروض. من المقترض؟ البنك، المصارف. فإن تقدم فهل يكون هذا من بأصحاب الحسابات الجارية؟ فنعم، هذا يمكن أن يكون من بابه كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وإن كان هذا عادي، نعم، هذا الشامل لكل من له حساب، حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو غيرها من الحسابات، فهو جائز، لأن هذا ليس شيء خاص بأصحاب الحسابات الجارية. بيوع السلع في الأسواق المنظمة. نعم، sale of commodities in organized markets. طيب، لا يجوز تأجيل البدلين إلا في الاستثناء بشروطه. أكثر ما يعني ننظر في الأسواق المنظمة أنه هناك يكون بدل الأجلين، سوري، تأجيل البدلين، الثمن والمبيع كلاهما يؤجل. يجوز في البيوع المطلقة؟ لا يجوز، لأن هذا من قبيل من باب بيع الكالي بالكالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي. الكالي بالكالي يعني البدلان كلاهما مؤجل، فهذا لا يجوز. ولكن نعم، في الاستثناء، في بيع الاستثناء كما ذكرنا، المبيع مؤجل، هذا يعني نحن هذا مسلم، والثمن أيضا يمكن مؤجل كلها كما ذكر. نعم، جائز، ولكن بشروط، شروط للاستثناء. ولكن ماذا يحدث في الأسواق المنظمة ليس من الاستثناء، فمثلا العقود، مثلا forward, futures, options، هذا كلها لا يجوز. ويجوز تأجيل المبيع وحده بشروط السلم، وتأجيل الثمن وحده بشروط البيع الآجل. نعم، هذا فقط إن كان يؤجل المبيع، نعم هذا يجوز في السلم فقط. وكذلك هل إن كان الثمن فقد يؤجل، هذا يمكن في البيع المؤجل، ولكن لكليهما شروط. في السلم، للسلم شروط، لبيع الآجل أو بيع البيع المؤجل شروط، فيجب مراعاة تلك الشروط. نعم، ولكن هذا كلها لا يكون في الأسواق المنظمة. لا يجوز التعامل بعقود الاختيارات كما قلت، options، يعني عقود الاختيار يعني options، لأن المعقود عليه فيها لا يجوز الاعتياد منها شرعا. يعني options، الاختيارات، ليس بمبيع، ليس بمال الذي يجوز المعاوضة لهذا المال، فلذلك لا يجوز الاعتياد عنها شرعا. طيب، فالآن اختبار أيضا. السؤال تعتبر أمبيالا في حال عدم يتم بين الساعة عليه من قبل الحوالة المطاولة ولا بالقبل.
طيب شكرا لكم. الجواب الصحيح الأول يعني option A الحوالة المطلقة. طيب الأوراق المالية الأسهم والسندات لا يجوز إصدار أسهم ممتازة يعني preference shares. Preference shares لها خصائص مالية تؤدي إلى إعطائها الأولوية عند التصفية وعند توزيع الأرباح. يعني هناك يعني بلاد هم يصدرون الأسهم الممتازة، يعني بلاد مسلمة ولكن يصدرون الأسهم الممتازة وفيها تلك الأسهم الممتازة خصائص مالية. نعم هذا يعني قال يوفي في معياره هذا لا يجوز، لا يجوز إصدار أسهم ممتازة التي لها خصائص مالية يعني في 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 عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل لقاء الضمان وهو الاتفاق عند تأسيس الشركة مع من يلتزم بشراء جميع الإصدار من الأسهم من ذلك الإصدار أو من الملك الرسمية في كل ما تبقى مما لم يكتتف فيه غيره. ويجوز الحصول على مقابل من العمل مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم سواء قام بهذه العمل المتعهد بالاكتتاب أو بغيره أو غيره إذا لم يكن هذا مقابلا عن الضمان. يعني الأصل في هذا في هذا 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 الشيء إن كان هذا من باب التبرع ليس من باب العمل لا يجوز مقابل لا يجوز الأجرة، وإن كان هذا من باب العمل مثلا الدراسات أو يعني إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم فيجوز الأجرة لأن هذا يكون من باب الخدمات. نعم عقود امتياز يعني contracts الامتياز منح طرف آخر حق الاستغلال أو الإنشاء أو الإدارة ممن يملك هذا بين الدولة الطبيعي اعتباري. نعم يعطي شخص حق وإنتاجها لقاء مقابل وتكييفه أنه عقد جعالة فإنه يمثل عقد الجعالة. ففي الجعالة مثلا الجاعل يقول من يحصل له هذه النتيجة فله الجعل. كذلك يعطي الدولة حق الامتياز لمن يريد أو لمن يعني يكون هذا يعني whoever goes for this task I think the country declares this جعل. فهذا يجوز وهناك بعض الشروط مثلا عقد امتياز الانشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبا بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة. هذا واضح أظن. وتكييفه أنه عقد استثناء فيكون صاحب الامتياز صانع وثمن الاستثناء هو حق الانتفاع بالمشروع مدة محددة. يعني الدولة يعطي له هذا الحق والحق هذا الحق لمدة معلومة أو محددة يكون كالثمن لثمن الاستثناء ومن له الحق يعني المستحق ويكون هو الصانع. وفيكون صاحب الامتياز مستأجر للأرض في الدولة أو الصانع والأجرة هي تسليم المشروع هذا يكون إيجار أيضا. فيكون صاحب الامتياز مستأجر ونكون له الأجرة والأجرة هي المنفعة يعني تسليم المشروع للدولة بعد نهاية مدة الأجرة. طيب الوكالة والتصرف الفضولي. إذا امتنع الوكيل الفضولي يعني هو ليس له الحق وليس ببائع أو المشتري أو الوكيل الذي له الوكالة من أحد الطرفين هو الفضولي. عفوا طيب one second عفوا. إذا امتنع الوكيل بغير عذر عن مواصلة العمل في الوكالة بالأجر
وكان ما أنجزه ينتفع به ينتفع به فإنه يستحق أجر المثل عن المقدار المنجز بما لا يزيد عن الأجرة المسمى للنسبة التي أنجزها. يعني لم يكمل العمل الوكالة الوكيل بالأجرة، يعني الوكالة بالأجرة أكثر مماثلة للإجارة لعقد الإجارة، فإن في كلا العقدين للأجير والوكيل عليه أن يقدم العمل. نعم، فالوكيل بالأجرة لم يتم العمل، فماذا يستحق؟ يستحق الأجرة المثل لمقدار ذلك العمل، ولكن لا يكون ذلك الأجرة أكثر من الأجرة المسمى في العقد. ويلزم الوكيل التعويض عما يلحق الموكل من ضرر فعل فعلي عفوا من ضرر فعلي بسبب امتناعه. فلما امتنع الوكيل ممكن يعني لحق التحق بالموكل ضرر فعلي، نعم، فعلى الوكيل التعويض عن ذلك الضرر. كيف يعوز؟ يعني بالخصم من الأجرة ممكن. أما إذا منعه الموكل قبل إتمام العمل أو انتهاء مدة الوكالة بدون عذر فإنه يستحق جميع الأجرة. هذا ما ذكرنا في حال التي إذا يعني منع إذا امتنع الوكيل بنفسه. أما إذا منعه الموكل بلا عذر فعليه فهو يستحق الأجرة الكاملة. وأما إذا منعه بعذر فيستحق الوكيل الأجرة بالنسبة ما قام به من عمل. بعذر يعني بعذر الوكيل لا بعذر الموكل. العذر من الموكل هذا لا يعتبر، هذا مثل ليس هناك عذر. وإن كان العذر للوكيل مثلا هو لا يمكن له أن يتم العمل فلذلك يعني منعه الموكل، فإذا فعندئذ يعني يلزم الأجرة بالنسبة ما قام به من العمل. طيب، عقد الفضول موقوف على إجازة صاحب الحق. كما قلنا الفضول هو فضولي، يعني هو ليس من البائع، ليس الوكيل، وليس من مالك المبيع. نعم، فعقده هل يجوز، هل يلزم أو يتم عقده أم لا؟ لا يتم ولا يلزم، لأنه هو ليس من العاقدين، هو فضولي. فعقده موقوف على إجازة صاحب الحق، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. ولا يملك إجازته بعد أن فسخ العقد، بل يمكنه عقده ابتداء. يعني بعد أن فسخ العقد هل يمكن هل يملك إجازته؟ لا يملك، لأنه ليس له الملك أصلا. فنعم يمكنه العقد ابتداء، ولكن لا يمكن له إجازة ذلك العقد. وللفضول أو المتعاقد معه أيضا حق الفسخ قبل الإجازة. وإذا لم يجز صاحب الحق لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له أن وإذا لم يجز صاحب الحق تصرف الفضولي له يكون التصرف للفضولي إذا لم يفسح عن تصرفه عند تصرفه أنه فضولي بأن أضاف العقد نفسه إذا لم الحق تصرف الفضولي له يكون تصرف ممكن الشرح الأخ مشعل؟ It looks like I cannot, I seem not to understand this. وإذا لم يجز صاحب الحق التصرف الفضولي له يكون التصرف الفضولي إذا لم يفصح عند تصرفه أنه فضولي. فمثلا إذا أنا بعت شيء لا أملكه، بعت شيء لأخي يوسف، وأخي يوسف لم يجز، لكن أنا عندما بعت هذا الشيء لأخي يوسف أمين وهو ملك لأخي يوسف، بعته مثلا للدكتور إسماعيل، أنا لم أفصح للدكتور إسماعيل أني أنا أبيع ما هو ملك لأخي يوسف، بعته على أساس أنه لنفسي. فإذا لم يجزه أخي يوسف يعني يلزمني العقد. طبعا في هذه الصورة هو بيع، لكن إذا كان شراء فيلزمني الثمن. مثلا إذا أنا مثلا اشتريت شيء عن أخي يوسف لكن لم أفصح للدكتور إسماعيل أني أشتريه عن أخي يوسف، وأخي يوسف لم يجد العقد فيلزمني الثمن، يلزم العقد في حقي. جزاك الله، يعني هو يكون كالعقد نفسه. نعم، إذا لم يجد صاحب الحق فالفضول يكون كمثلا صاحب العقد فيلزم عليه الثمن أو المبيع. نعم.
جزاك الله خيرا. طيب التمويل المصرفي المجمع يعني syndicate financing، نعم مجمع مجمع، لا يجوز أن يقدم وكل استثمار واحد أطراف المشاركة والمضاربة التزاما للطرف الآخر بحمايته من مخاطر تقلب أسعار العملات. هذا يعني من باب يعني نحن we already know this، كما ذكرنا في المشاركة والمضاربة ليس للشريك أن يقدم ضمانا أو التزاما لشريك آخر. ففي هذا مثلا لا يجوز لأحد أطراف المشاركة والمضاربة أن يقدم التزاما أو ضمانا لحماية الشركاء الأخرى من مخاطر تقلب أسعار العملات foreign exchange differences or risk. لا مانع شرعا من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يطمئن وفق السياق الإسلامية المشروعة. الأصل الأساسي هناك يكون وفق السياق الإسلامية المشروعة، فإن كان هذا يعني يكون وفق السياق الإسلامي المشروع لا مانع شرعا أن يشترك البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في 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 التمويل المصرفي. طيب الاختبار آخر، لا يجوز أن يكون رأس المال عروض التجارة أو النقود أو ديون لرب المال على المضارب أو غيره. طيب أخي يوسف، ممكن بعد هذا الاختبار يعني هناك سؤالان ممكن نأخذ بعد هذا الاختبار، هل ممكن أن نأخذ بعض الأسئلة؟ نعم 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 إن شاء الله. طيب شكرا لكم الاشتراك. الجواب الصحيح هو سي، يعني لا يجوز أن يكون رأس المال دينا لرب المال على المضارب أو غيره، يجوز أن يكون نقدا، يجوز أن يكون عروضا، فإن كان العروض يجب أن يكون هناك تقويم من ذوي الخبرة لذلك التجارة كما ذكرنا. نعم طيب ممكن نأخذ بعض الأسئلة. الأخ مشعل. الأخ محمد فتحي يسأل ما الفرق بين الحوالة المطلقة والمقيدة؟ الحوالة المطلقة والمقيدة أنا أحتاج إلى المعيار. أنت يمكنك الجواب إن كان إن أنت تذكر. الأخ مشعل. الحوالة المطلقة تكون على غير مدين، أما المقيدة فتكون على مدين. يعني يعني واضحة أم نوضحها بمثال؟ ممكن أن تذكر مثالا. طيب مثلا على مثال الكمبيالة، الكمبيالة إذا كانت مثلا حررناها، أنا حررتها لأخي يوسف وكانت لنفترض مثلا مصرف ألف، فإذا كنت أملك أنا مال عند مصرف ألف فتكون حوالة مقيدة، لأن أخي يوسف يأخذ من المصرف ألف والمصرف ألف يدفع له من مالي. أما إذا كانت مطلقة يعني مثلا أنا ليس عندي حساب في مصرف ألف، لكن عندي اتفاق معه أن أكتب كمبيالات باسم هذا المصرف، فيذهب أخي يوسف ويستوفي المبلغ ثم يطالبني البنك بعد ذلك بالمبلغ الذي دفعه لأخي يوسف، فهذه حوالة مطلقة. أظن واضح؟ طيب السؤال الثاني يا يوسف. نعم الثاني، في حال يسأل الدكتور إسماعيل، في حال موت الموكل ألا ينتهي عقد الوكالة ويستحق الوكيل أجرة ما عمل أو ما عمل؟
في حال موت الموكل، نعم أظن أن لأن الوكيل يعني يستحق الأجرة، ممكن من تركة الميت. ماذا تظن على أخ مشعل؟ نعم، يعني هو مذكور في المعيار أن العقد الوكالة ينتهي في حال موت الموكل أو الوكيل، وبالطبع يعني من العدل أن يستحق الوكيل أجرة معه. يعني نعم ينتهي، نعم ينتهي الوكالة لا شك. وهل يستحق الأجرة؟ نعم يستحق الأجرة لما عمله. نعم. طيب، إحدى الأخت منال، ممكن تفتح المايك أخت منال؟ طيب، واصل أخي يوسف، يبدو أنه الأخت منال انشغلت. هل نتوقف للصلاة لك مشعل؟ نعم، ممكن كم minutes؟ يعني ممكن 10 دقائق. ممكن إن شاء الله. الآن يعني وقت صلاة المغرب في ماليزيا، نتوقف ل10 دقائق إن شاء الله، وبعد ذلك نجي. نعم نأتي. بإذن الله. طيب إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. حياكم الله خير. الأخ مشعل ممكن أنت تكتب هذا في تشات؟ إن شاء الله. طيب،
طيب السلام عليكم. سأواصل أنا إن شاء الله المضي في هذه المعايير بحكم أن الأستاذ يوسف يعني متعب قليلا، فإذا هناك أي سؤال أو أي أمر مشكل ف يعني الساحة مفتوحة للأسئلة. طيب بسم الله. المعيار الخامس والعشرون هو الجمع بين العقود. من ضوابط جواز أو ضوابط ليست من ضوابط ضوابط جواز الجمع بين العقود أربعة. الأولى أن لا يكون هناك نص شرعي يمنع الجمع بين العقود، ومثال ذلك هو النهي عن البيع والسلف، وهناك نص شرعي يمنع هذه المعاملة خصوصا أو هذا الجمع بين هذين العقدين على وجه التحديد. الضابط الثاني أن لا يكون حيلة ربوية مثل بيع العينة. الضابط الثالث أن لا يكون ذريعة إلى الربا. أنا سأحاول يعني أن أمر سريعا على الأمور الواضحة والأمور التي تكون مشكلة ربما توقف عندها قليلا بحكم أنه لا زال هناك أكثر من تقريبا نصف المعايير، 24 معيار وأربع معايير للحوكمة. الضابط الثالث أن لا يكون ذريعة إلى الربا مثل إقراض الغير على أن يسكنه داره أو يهدي له هدية، فهذه كلها يعني منفعة، والقاعدة تقول أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الضابط الرابع هو أن لا يكون بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام، مثال ذلك الجمع بين البيع والإجارة. ما هو التناقض في الجمع أو في مقتضى عقد البيع وعقد الإجارة؟ أن عقد البيع مقتضاه أن ينتقل ملك المبيع إلى المشتري، لكن في الإجارة لا ينتقل ملك المبيع، يبقى ملك المبيع على المؤجر أو مع المؤجر. فإذا جمعنا العقدين في عقد واحد وهو البيع والإجارة فكأننا نقول أنه انتقل ولم ينتقل، فأظنها واضحة. طبعا لانتقال الملك هناك تبعات مثل تحمل الضمان والهلاك والمصاريف الأساسية، فكل هذه يعني ينشئ خلل أو جهالة في الأحكام. طيب مما يغتفر في العقود الضمنية، نحن نتحدث عن الجمع بين العقود، فبالطبع هناك يعني تكون يعني عقود مركبة، فهناك عقود تكون أساسية وعقود ضمنية أو تابعة. فمما يغتفر هناك خمسة أمور تغتفر بناء على قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل. فمما يغتفر الغرر والجهالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. طيب أين الغرر والجهالة في هذا العقد؟ الثمرة إذا يعني نريد أن نبيعها قبل بدو صلاحها، هذا يعني منهي عنه، لأنه من الغرر أنه قد تفسد الثمرة ويصبح يعني الثمن من دون مقابل إذا لم يبدو صلاحه. لكن هذا إذا اشترينا الثمرة يعني مستقلة فهناك غرر فهذا العقد لا يجوز، لكن إذا اشترينا النخلة أو الشجرة وفيها الثمرة فالثمرة كانت تابعة للنخلة، وهنا نتحدث عن العقود الضمنية أو التابعة، فالثمرة تابعة للنخلة فيصح البيع لأن الثمرة هنا تابعة. أيضا ما يغتفر ربا البيوع وتأجيل البدلين. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. أين وجه يعني أين ربا البيوع وتأجيل البدلين هنا؟ ربا البيوع أن العبد إذا كان له مال فليس إذا يعني إذا اشتراه رجل واشترط أن يأخذ ماله معه فهناك أصبح يعني هناك مال مقابل مال ولو جزئيا، لكن المال كان تابع للعبد فصح فيه ربا البيوع لا يجب التساوي. تأجيل البدلين صورته لو لنفترض أن هذا العبد المال الذي له دين، فنحن نشتري مثلا إذا هذا الرجل اشترى هذا العبد والعبد له مال والعبد له دين على شخص آخر واشترط ماله، فالآن واشتراه هذا الرجل بمبلغ مؤجل، فثمن العبد كان مؤجلا وجزء تابع من المبيع وهو مال العبد أيضا مؤجل فأيضا يغتفر. عفوا
الأمر الخامس فوات بعض شروط الصحة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة مثل ترك الإجابة والقبول في البيع الضمني. طبعا إذا كان يعني البيع في البيع الأصلي لا يجوز ترك الإجابة والقبول، لكن في البيع الضمني يصح ذلك. طيب المعيار السادس والعشرون التأمين أو التأمين الإسلامي. مستند مشروعية التأمين الإسلامي هو أنه قائم على التعاون والتبرع وليس على أساس المعاوضة، بخلاف التأمين التقليدي. التأمين التقليدي هو عقد معاوضة، ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات عند المالكية. يعني من يعني أساس تحريم أو من أهم أسس تحريم التأمين التقليدي وجود الغرر فيه. ما هي صورة الغرر في التأمين التقليدي؟ في التأمين التقليدي يدفع المؤمن يدفع المؤمن له الاشتراك القسط السنوي على أساس أنه إذا أصابه ضرر فتعوضه شركة التأمين، وإن لم يصبه ضرر فشركة التأمين تأخذ هذا القسط. فالعقد دا يدور بين الغنم والغرم. كيف يدور بين الغنم والغرم؟ إذا أصابه ضرر وكان أكبر من القسط، فهنا كان المؤمن له غانما، لأنه دفع القليل وحصل على الكثير، أو يعني هذه هي صورته. أو إذا ويكون غارما إذا لم يحصل له شيء، سلم خلال هذه المدة ولم يحصل على تعويض، فالشركة تأخذ هذا العوض بدون مقابل، بدون دفع أي شيء، ويكون المؤمن له غارما. لكن في التأمين الإسلامي كيف نتجاوز هذا الأمر؟ بأن نجعل العقد قائم على التعاون والتبرع وليس على المعاوضة. وذكرنا في ضابط أو جواز الغرر أنه يكون فقط في عقود المعاوضة ولا أو ما في حكمها، ولكن لا يكون في عقود التبرع. فإذا قلنا أن التأمين الإسلامي قائم على التبرع فيغتفر فيه الغرر. كيف يقوم على التبرع؟ يقوم مجموعة بجمع مال على أساس أن هذا المال إذا أصيب أحدهم منهم بشيء أو بمصيبة محددة بشروط معينة فيدفع له من هذا المال. هذه الصورة المبسطة، لكن من يدير هذا المال؟ تقوم شركة بإدارته. على أي أساس؟ على أساس عقد الوكالة. فتستحق الأجرة. لماذا تدير هذه الشركة الصندوق أو هذه المجموعة من الأموال؟ تديرها على أساس أنها تأخذ أجرة للإدارة، ولا تستحق شيئا من هذه الأموال التي في الصندوق. فالأموال التي في الصندوق ملكا للمؤمنين للذين أمنوا لأصحاب الصندوق وليست للشركة. فهذا هو الفرق الجوهري. على أساس هذا الفرق الجوهري، يعني من مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية، أنه التزام بالتبرع، وأن الشركة التي هي قلنا أنها وكيلة تقوم بحسابين منفصلين، حساب يختص بهذه الأموال وحساب آخر يختص بأموال الشركة. الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ذكرنا ذلك. ومضاربة طبعا، يعني في شركات التأمين المبالغ المتحصلة تكون كبيرة جدا، ويعني من الأفضل أن يتم استثمارها، فلا يجعلونها يعني لا يكتنزونها، لا يجعلونها جامدة بدون استثمار. فأيضا الشركة تقوم باستثمارها على أساس عقود أخرى مثل المضاربة أو الوكالة في الاستثمار. من المبادئ أيضا النقطة الأخيرة هي صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائد المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة. لماذا؟ لأن المال هذا تعود ملكيته إلى المؤمنين الذين اشتركوا في هذا الصندوق وليس إلى الشركة. فالشركة لا تستحق شيئا عند تصفية الشركة. طيب نواصل. المعيار السابع والعشرون المؤشرات. المؤشر هو رقم يحسب بطريقة إحصائية بالاستناد إلى أسعار حزمة مختارة من الأوراق المالية أو السلع التي يتم متداولها في الأسواق المالية. وقد يعكس المؤشر المصمم بعناية حالة السوق. لنفترض عندنا مثلا مجموعة من الأسهم، خاصة مثلا الشركات الكبيرة، أكبر الشركات في البلد. فيقوم المؤشر بإعطاء قيم لهذه الشركات، قيم أي أوزان يعني، ثم يقوم بطريقة إحصائية حساب رقم إحصائي يدل على
على مثلا ما هي يدل على على يعني حركة السوق، أو مثلا ما هو حجم التداول أو حجم الموجودات على حسب المعطيات التي يأخذها المؤشر. طيب يعني الطريقة أو كيف يحسب المؤشر يختلف من مؤشر إلى آخر وماذا يأخذ في الحسبان، لكن هذا ليس يعني ليس له وزن شرعي كبير بقدر ما نتكلم عن الأحكام التالية. طيب الحكم الأول، طبعا نحن في هذه الحلقة يعني نأخذ بعض الأحكام، ليست كل الأحكام يعني لضيق الوقت، لكن يعني اخترنا بعض الأحكام التي قد تكون مشكلة أو قد تكون يعني ذات أهمية. يجوز اتخاذ مؤشر مثل معدل اللايبر أو مؤشر أسعار أسهم أو سلع محددة أساسا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة، شريط بالمرابحة، شريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم. ماذا يعني ذلك؟ يعني مثلا نقول للعميل أو يقول المصرف للعميل أنا أبيعك هذه السلعة بهذا المبلغ زائد نسبة أو معدل اللايبر في تاريخ البيع. طيب والبيع طبعا في المرابحة غالبا يكون مقسط، فيجوز قبل إبرام العقد أن يتفق العاقدان المصرف والعميل على أنه عند إبرام العقد سيكون السعر مبني على هذا الأساس، مبلغ مقطوع زائد معدل اللايبر أو مؤشر أسعار أسهم، يعني إذا كنا نريد أن نبتعد عن 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 المؤشرات التي تتعلق بسعر الفائدة. فيجوز أن نتفق على هذا، لكن عند إبرام العقد يصبح السعر ثابتا. لكن لا يجوز أن نقول أنه مثلا كل شهر نرى ما هي نسبة المؤشر وعلى أساسه تدفع، لأن بهذا يصبح السعر مجهول ومتغير لكن غير ثابت. لكن يجوز الاستئناس قبل إبرام العقد. يجوز ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد بمؤشر معين من طرف واحد. طبعا هذا يعني مر سابقا، يعني انه يجب او انه يجوز ان يلزم يعني ان يشترط الالتزام بالتبرع لجهه خيريه في حال التاخر، ذكرناها اتوقع في المعيار الثاني بالمدين المماطل. ويجوز ربط مقدار على نص المعيار انه يجوز ربط ما يتبرع به هذا المتاخر عن السداد بمؤشر معين. النقطه الثالثه، لا يجوز استخدام المؤشرات بذاتها للمتاجره فيها وعلى تغيراتها في الأسواق المالية ببيع وشراء المؤشرات، بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال بمجرد ظهور نتيجة معينة دون أن يكون هناك شراء أو بيع حقيقي. يعني هذه المتاجرة موجودة في الأسواق الغربية، يعني على أساس مثلا تغير في المؤشر يستحق، يعني بناء على عقد سابق يستحق أحد الطرفين مال من الآخر، يعني هي تكون أشبه بالمقامرة، أنه مثلا أنا أظن أن مؤشر الشركات سيرتفع إلى نسبة كذا، أنت تظن أو تعتقد بأن أو قراءتك تقول شيء مخالف، فنتفق أو نراهن على هذا التغير، فهذا طبعا لا يجوز. لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق مثل البيع على مؤشر معين، أنه مثلا إذا وصل المؤشر إلى 6% سأبيعك بيتي أو سيارتي أو كذا، هذا لا يجوز لأن العقد لا يقبل التعليق. المعيار 28، الخدمات المصرفية في المؤسسات الإسلامية. الخدمات المصرفية في هذا المعيار يتحدثون الخدمات المصرفية يعني غير الخدمات التمويلية اللي هي يعني قائمة على إنشاء مداينات. فمن الأحكام للمؤسسة تقديم خدمات مصرفية إضافية لأصحاب الحسابات الاستثمارية أو الحسابات الجارية بناء على رغبتهم، ويحق لها أن تأخذ أجرا على ذلك. واضحة. للمؤسسة أن تقوم بناء على طلب العميل بتحصيل حقوقهم لدى الغير بما في ذلك الديون ودفع الالتزامات التي عليهم، ويحق لها أن تأخذ أجرا من المستفيدين أو من وكلائهم على هذه الخدمات. خدمات الاستيفاء والإيفاء أيضا يعني تأخذ عليها خدمة، لأنها خدمة يعني هي لا تأخذ على إقراض أو يعني لا تأخذ فائدة على الإقراض. طيب اختبار بسيط. إذا تم تصفية شركة التأمين فإن جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة الاختيار الأول تصرف في وجوه الخير
الاختيار الثاني تقسم مناصفة بين مساهمي الشركة وحملة الوثائق، والاختيار الثالث تكون من حق مساهمي شركة التأمين. حملة الوثائق هم المؤمن لهم. يعني أنا كان اللفظ أو يعني لم يحضرني في هذا، لكن هذا هو المقصود بحملة الوثائق، الأشخاص الذين يدفعون لكي يؤمن لهم. Brother Michel, while people are answering the question, before ending the presentation, you may message Sheikh to join the session again. He asked to message him before the session ends so that he can do the closing of the session. طيب الجواب الصحيح هو الأول، تصرف في وجوه الخير. طيب التبرير، يعني ربما عشان يعني تتضح الصورة للمشاركين، لماذا تصرف في وجوه الخير؟ لماذا ليست للمساهمين؟ أولا يعني الأكثر جواب أن تكون من حق مساهمي الشركة، مساهمي شركة التأمين، لأننا ذكرنا أن المبالغ المدفوعة اللي هي في صندوق التأمين هي حق لحملة الوثائق، حق للمؤمن لهم وليست لشركة التأمين، فلا تكون من حق مساهمي شركة التأمين بأي حال، ولا تقسم مناصفة لأنه ليس لهم حق فيها، وحملة الوثائق يتغيرون. فيعني هذا الصندوق عند تصفية الشركة قد يكون بعد عدة سنوات، بعد يعني دخول وخروج الكثير منهم. فلذلك الـ يعني المنصوص عليه هو أنها تصرف في وجوه الخير. المعيار 29، ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في المؤسسات الإسلامية. ليس المؤسسة المقصود بها المؤسسة المالية، يعني المصرف مثلا أو أي مؤسسة تمويلية إسلامية، ليس المؤسسة العمل بما صدر عن غير هيئتها إلا بموافقة هيئتها. فلا يجوز يعني مثلا أن يستندوا على فتوى ولو أنها من هيئة شرعية كبيرة إذا لم تكن من هيئتهم الشرعية، فلا يجوز أن يعتمدوا على هذه الفتوى أو أن يأخذوا بها، يجب أن يلتزموا بما تصدره هيئتهم الشرعية. إذا تكافأت الأدلة أو كان في الأمر تخيير بين مباحين فينبغي اختيار الأيسر، وإذا كان يترتب على أحدهما مصلحة وعلى الآخر مفسدة فينبغي سد الذريعة إلى المفسدة الراجحة، مع بذل الجهد لإيجاد الحلول للقضايا النازلة واضحة. لا يجوز اتخاذ الإفتاء بالرخص الفقهية منهجا طلبا للأهون، طبعا يعني لا تتبع الرخص ولا يعني يكون هناك تلفيق لا يقول فيه أحد من الفقهاء. هذه من ضوابط الفتوى. التورق هو يعني من أكثر العقود استخداما في الصناعة المالية الإسلامية، وهو من أكثرها كمان أيضا إشكالا. التورق هو شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال. طيب يعني نصورها يعني لكي تكون مثلا أوضح وأقرب للمشاركين. يعني مثلا أنا أشتري، أو مثلا يذهب العميل إلى المصرف فيقول المصرف اشتري لي أسهم من، أو أريد أن أشتري أسهم من شركة ألف، فيقوم المصرف بشراء الأسهم لنفسه أولا بناء على المرابحة بالآمر بالشراء، إذا كانت صورة مرابحة بالآمر بالشراء واضحة فيشتريها لنفسه، يتملك المصرف الأسهم تدخل في محفظته، ثم بعد أن يتملكها يبيعها للعميل مرابحة، يبيعها بربح طبعا، يعني المصرف مثلا اشتراها بألف يبيعها على العميل بألف ومئة إلى أجل لأنها مؤجلة، وهذا لا إشكال فيه. بعد أن يبيعها المصرف على العميل يقوم العميل ببيع هذه الأسهم لطرف ثالث غير الشركة، غير من اشتريت منه أولا يعني من قبل المصرف وغير المصرف طبعا، يبيعها إلى طرف ثالث بثمن حال. فمثلا أنا تملكت أو العميل تملك السهم
ب 1100 مؤجله، يقوم ببيعها في السوق بثمن حال ب1000، فيحصل 1000، فيحصل على نقد ورق، يحصل على نقد 1000 حاله، ويكون عليه دين 1100. الفرق بينه وبين العينه ان العينه يقوم العميل باعاده بيعها لمن اشتراها منه للمصرف او للطرف الذي اشتراها منه المصرف. طيب، من ضوابط صحه عمليه التورق، طبعا العينه غير جائزه عند جمهور الفقهاء، وكما ذكر اخي يوسف حتى انها يعني محرمه شرعا، لكن يعني تصح قضاء عند الشافعيه او بعضهم. التورق مخالف، التورق الفقهي يسمى التورق الفقهي، الكثير يعني الكثير على جوازه، لكن التورق المصرفي اللي هو يعني ذكرنا الصورة الآن في الصورة السابقة هي تقوم بها مصارف إسلامية، فالتورق المصرفي له أحكام مختلفة، ولكن المعيار وضع له عدة ضوابط لكي يكون أقرب أو لكي يكون يعني أكثر شرعية أو أنه أبعد عن الشبهات. نقول من ضوابطه وجود السلعة وتملك البائع لها قبل بيعها، فمثلا لا يجوز مثلا بيع مثلا يعني سلعة مثلا يعني لنقول إذا كانوا يبيعون المعادن، فلا يجوز أن تكون فقط على الورق أنه أنا اشتريت مثلا 100 طن من الحديد وأبيع 100 طن من الحديد فقط على الورق، لا يوجد تملك حقيقي، أو لا يوجد تعيين مثلا، حتى ولو كان هناك مثلا أرض فيها أو مكان يوجد فيه هذه السلعة، ولكن هذه السلعة موجودة بكميات كبيرة، يجب تعيين ما اشتري. ثالثا، يجب قبض السلعة إما حقيقة وإما حكما بالتمكن فعلا من القبض الحقيقي وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها. فمثلا إذا كنا نقول مثلا يعني العميل يشتري زيت النخيل أو يشتري المعدن الفلاني، هل فعلا إذا أراد العميل أن يقبض هذا الزيت هل بإمكانه قبض هذا الزيت أو هذا الحديد أو هذا المعدن أو هذه السلعة؟ هذا يعني هذه من المؤشرات لشرعية أو عدم شرعية عملية التورق. الضابط الرابع عدم توكيل العميل للمؤسسة، أو من ضوابط، هي ليست كلها يعني الضابط أطول من هذا، لكن هذه من أهم، يعني عدم توكيل العميل للمؤسسة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها. مثلا أنا إذا ذكرنا في مثال الأسهم، إذا أنا وكلت العميل البنك بعد أن أو المصرف بعد أن باع السلعة لي، وكلته أخبرت المصرف بيع هذه الأسهم لطرف ثالث، فلا يجوز هذا التوكيل في التورق المصرفي. أخيرا، التورق ليس صيغة، هذا طبعا من نص المعيار، التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها، يعني لا يجوز أن يستخدم التورق إلا للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة حتى يعني. طيب نواصل. ضابط الغرر، أنا ذكرت أنه ذكرنا الغرر لكن ما ذكرنا الغرر يبدو. الغرر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصات، أخرجه مسلم. طيب، بيع الغرر هو بيع مجهول العاقبة، لكن هو طبعا يعني بيع الغرر بيع فاسد، لكن يشترط لفساده 4 أمور. أولا، أن يكون في عقد معاوضة، فإذا كان في عقد تبرع كما ذكرنا في مثال التأمين الإسلامي فلا يفسده. أن يكون الغرر كثيرا، فإذا كان بسيط فلا يفسدها. مثلا ما هو الغرر البسيط؟ لنقول يعني مثلا من الأمثلة التي تذكر بيع الدار دون رؤية أساساتها، طبعا هذا من الغرر، نحن يعني نجهل يعني قوة أو متانة أو جودة الأساس، لكن هذا يغتفر يعني ويشق أصلا يعني رؤيته. فالغرر إذا كان كثيرا فاحشا يعني، وضابطه أنه يؤدي إلى التنازع عادة يعني أو إلى التنازع. الضابط الثالث، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، ذكرنا أيضا في مثال الثمرة والشجرة، فإذا قلنا مثلا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها لأنه بيع غرر، لكن يجوز بيع الشجرة ولو اشترطنا مثلا أن نشتري الشجرة مع الثمار ولو أن الثمار لم يبدو صلاحها. لماذا؟ لأن المعقود عليه هنا تبعا وليس أصالة، نحن اشترينا الشجرة أصالة، الثمرة تابعة لها.
الضابط الرابع ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعا إلى العقد المشتمل على غرر. طبعا المثال المذكور هو أنه مثلا نكون في يكون المسلم في دولة أو في مكان لا يوفر فيه أو لا يتوفر فيه التأمين الإسلامي بشروطه، فيجوز له أن يدخل في التأمين التقليدي، وهو عقد يعني عقد غرر، عقد فيه غرر، إذا كانت هناك حاجة يعني معتبرة شرعا، بحكم أنه لا يوجد بديل، وبحكم أنه مثلا نفترض أن يعني فعلا تحققت شروط الحاجة فيها. الشرط الذي يحدث غررا، الشرط الذي يحدث غررا في صيغة العقد أو محله يفسد العقد، مثل شرط خيار بوقت مجهول. يعني مثلا أنا أشتري سيارة ونشترط شرط الخيار. شرط الخيار هو أنه مثلا يحق لي أو للبائع أو للمشتري فسخ العقد خلال فترة تحدد، هي لا يجب أن تحدد مثلا 3 أيام أو أسبوع أو شهر، لكن إذا لم تحدد فيفسد العقد، لأنه شرط يحدث غررا في صيغة العقد أو محله. التحكيم، المعيار الثاني والثلاثون التحكيم. التحكيم هو اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل منازعة بينهم بحكم ملزم. يعني بدل اللجوء إلى القضاء يلجأ الطرفين إلى محكم، إلى شخص يعتمد، مثلا يعني شخص أو مؤسسة، يعني شخص اعتباري أو حقيقي، يقول أنه مثلا نعرض خلافنا على هذه المؤسسة أو على هذا الشخص، وما يحكم به نلتزم به. هذا هو التحكيم، وهو لازم في الحالات التالية. إذا كان في العقد، يعني في العقد عند نشوء العقد نشترط أنه مثلا إذا حدث بيننا خلاف فإننا نرجع إلى فلان أو إلى المؤسسة الفلانية لفض النزاع أو للتحكيم بيننا أو للحكم بيننا، أو إذا اتفقا عند نشوء النزاع، إذا نشأ النزاع واتفقنا أنه نذهب إلى محكم. التحكيم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز المحكم أن يعزل نفسه بعد قبوله، أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم. اختبار من الاستخدامات المشروعة للمؤشرات، أخذنا في بعض الاستخدامات المشروعة للمؤشرات. ربط معيار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال تأخر عن السداد بمؤشر معين. الاختيار الثاني ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر الأسعار. الاختيار الثالث تعليق عقد بيع سلعة معينة على مؤشر معين. طيب الجواب هو الجواب الأول، ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال تأخر عن السداد. طيب ربط مقدار الدين، مقدار الدين محدد لا يجوز، يعني لا يجوز التفاوض فيه أصلا، لا يجوز المساومة فيه. مقدار الدين يعني ثابت لا يجوز زيادة فيه، ولا يجوز اشتراط يعني أن يتغير. وتعليق عقد بيع ذكرنا أنه لا يجوز، أيضا لا يجوز تعليق عقد، لا ما لا يجوز تعليقه على مؤشر، لأن عقد بيع لا يجوز تعليقا، لا يجوز أن يكون معلقا، هذا عام يعني أنا أقول مثلا إذا دخل فلان إلى المنزل فسأبيعك سيارتي، أو إذا وصل المؤشر إلى كذا فسأبيعك سيارتي. طيب نواصل. المعيار الثالث والثلاثون الوقف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. طيب، الأصل أن يكون الوقف مؤبدا ويجوز أن يكون مؤقتا لمدة إذا نص الواقف على توقيته، بحيث يرجع الموقوف بعدها إلى المالك. واضحة. وبناء عليها أيضا يعني إذا نظرنا إلى النقطة الثالثة، يجوز وقف المنافع. يعني إذا الرجل استأجر دار معينة، يجوز أن يقف منفعة هذه الدار مدة الإجارة طبعا، لأنه لا يملك أكثر من ذلك، وبعد انتهاء مدة الإجارة يعني تعود المنفعة إلى مالكها. يجوز أيضا وقف النقود. كيف صورة وقف النقود؟ يعني وقف النقود تكون بإقراضها، يعني بإقراضها المشروع، أو باستثمارها بطرق مأمونة غالبا، بطرق يعني تدر دخلا بدون استهلاكها استهلاكا كاملا. أيضا يجوز استبدال الوقف إذا شرطه الواقف، أو إذا تخرب، أو إذا امتنع الانتفاع منه، يجوز استبداله. في يعني شروط وتفصيلات، لكن عموما يجوز إذا شرطه الواقف. إذا لم يشترطه يجوز إذا لم يعني لم يمكن الانتفاع به. مثلا كان في أرض بعيدة، يعني مثلا كان في أرض كان يعني حين الوقف كان هناك حولها يعني سكان وكانت مدنية، لكن بعد سنوات أصبحت هذه الأرض خالية، فيجوز وقتها استبدال الوقف. طيب، إجارة الأشخاص، المعنى الرابع والثلاثون: الأجير الخاص هو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافها، ولا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها، ولا يضمن الهلاك إلا عند التعدي أو التقصير أو المخالفة. مثال الأجير الخاص هو الموظفون، يعني بشكل عام يعني الموظفون في الشركات لا يحق لهم العمل إلا لأجهة التي وظفتهم، ولا يضمنون الهلاك إلا بالتعدي، تعدي أو التقصير أو المخالفة. التعدي هو يعني الزيادة عن ما هو مطلوب منه، الزيادة التي تؤدي إلى يعني فساد إلى هلاك، أو التقصير هو يعني فعل أقل من المطلوب منه، أو المخالفة إذا اشترط عليه مثلا لا يفعل ذلك أو يفعل ذلك وخالف الشرط فيضمن. أما الأجير المشترك هو من يعمل لأكثر من جهة دون التقيد بالعمل في وقت بعينه، ويحق له أن يعمل لمن يشاء، ويضمن الهلاك مطلقا. يعني نفترض مثلا إذا كان هناك مثلا صانع يصنع مثلا ثياب، فإذا إذا إذا هلك المصنوع عنده يضمنه، يعني يضمنه مطلقا، إلا إذا كان يعني مثلا بشيء لا يمكن الاحتراز عنه. طيب، لا مانع شرعا من أخذ العربون في إجارة الأشخاص من وعيها عند إبرام عقدها، ويكون العربون جزءا معجلا من الأجرة في حال تنفيذ الإجارة، وفي حال عدم المضي في العقد يكون العربون للأجير، والأولى أن يتنازل. العربون هو جزء من الثمن، يعني الفرق بينه وبين هامش الجدية، ربما هذا يعني موجود في المعايير، الفرق بينه وبين هامش الجدية أنه جزء من الثمن. هامش الجدية ليس جزء من الثمن لأنه قبل العقد، لكن العربون يكون بعد العقد. فعند العقد يعني لضمان المشتري، لضمان البائع، لكي يضمن البائع يعني جدية المشتري يأخذ منه عربون، وهذا العربون يكون جزء من الثمن. فإذا مثلا اشترى قطعة أو سيارة ب10,000 فيدفع عربون لنفترض 1,000 ريال، ثم يعني يوفي باقي المبلغ مؤجلا. لكن إن بدأ للمشتري التراجع فلا يحق له الرجوع في العربون، يكون حق البائع هذا 1,000. لكن المعيار يذكر أن الأولى أن يتنازل الأجير عما زاد عن العربون عن مقدار الضرر الفعلي. إذا كان هو ضرر فعلي فيأخذ ما يعني بقدر هذا الضرر ويرد الباقي إلى المشتري. يجوز ترديد الأجرة وجعلها مبلغا محددا في حالة تعجيل الأجير بإنجاز عمله في زمن محدد، وجعلها مبلغ أقل في حال إنجازه في زمن أطول. مثال هذا أو يعني صورته، يعني مثلا إذا قلنا للأجير إذا سلمت هذا العمل في نهاية الأسبوع فلك 1,000 ريال، لكن إذا سلمته بعد أسبوعين فلك 800 ريال. يجوز ترديد الأجرة، لكن يعني لنحترز يعني الفارق أن ترديد الأجرة هنا مرتبطة بماذا؟ بالعمل. لكن إذا كنا نتحدث عن الثمن، يعني مثلا إذا شخص اشترى جهاز ب1,000 ريال، أو اشترى جهاز بثمن مؤجل ب1,000 ريال يدفعه بعد شهر، فإذا جاء هذا الشهر ولم يدفع، لا يجوز أن نقول، أو لا يجوز حتى بداية أن نقول أن العقد
أو أن المبلغ متردد، يعني مثلا إذا دفع بعد شهر يكون 1000، إذا دفع بعد شهرين يكون 1200. يجب عند العقد البت، أن نقول مثلا الثمن، ثمن هذا المبيع، ثمن هذا الجهاز، تأخذ الجهاز هذا الآن وتدفع 1200 بعد شهرين، لا يجوز ترديدها ولا يجوز تغييرها ولو تأخر، ولو تبدل يعني تبدل الثمن أو تأخر في السداد، لأن هذا من قبيل الربا. الزكاة، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني في من أحكام الزكاة، يعني مثلا أنا هنا يعني أردت أن أعرض مثلا زكاة الأسهم. زكاة الأسهم على نوعين، يعني الأسهم مالكي الأسهم يكونون على نوعين. النوع الأول من يشتري السهم، سهم الشركة بغرض بقصد الاحتفاظ بها، الاستثمار، النماء. يعني مثلا يشتري السهم وينتظر أرباح هذا السهم، مثلا يعني يبقى السهم معه لمدة طويلة، فهذا يقصد بها النماء. هذا يزكي الأسهم إذا أمكن عن طريق الشركة، إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكوية. مثلا الشركة تفصح تقول إنه عندنا من الموجودات الزكوية وهي النقود وعروض التجارة والديون المرجوة السداد عندنا هذا المبلغ، فهو يقوم بحساب زكاته بناء على الموجودات الزكوية في هذه الشركة. لكن إذا كان هذا بالنسبة للذي يشتري الأسهم بقصد النماء، لكن إذا اشتراها بقصد المضاربة، وهو نوع آخر، يعني هو الناس الذين يشترون الأسهم يعني يتربصون بالأسعار، فإذا ارتفعت أو مثلا يتوقع مثلا ارتفاع أو هبوط فيبيع ويشتري على هذا الأساس ويتداولها يعني بكثرة، يعني بعضهم قد تكون في غضون ساعات وبعضها قد تمتد يعني إلى أكثر من ذلك. لكن مثل هذه الأسهم تزكى بطريقة مختلفة، تزكى زكاة عروض التجارة وهي 2%، 2.5% ربع العشر، 2.5% من القيمة السوقية للسهم. طيب، إذا تحقق في عروض التجارة سبب آخر للزكاة مثل الأنعام أو الزروع معنية المتاجرة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. طبعا زكاة الأنعام وزكاة الزروع يعني تختلف، يعني مثلا زكاة الأنعام بحسب الأنعام، زكاة الزروع بحسب كيفية، يعني كيفية كيف تسقى هذه الزروع، فالنسب مختلفة. لكن إذا كانت هذه الزروع والأنعام معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. المعيار 36، العوارض الطارئة على الالتزامات. طيب، تنقسم العوارض من حيث أثرها إلى عوارض معدلة للالتزامات وعوارض منهية لها بسبب خارجي. العوارض المنهية للالتزامات يتحمل آثارها من تناط به في حال عدم وجود الالتزامات، مثل تحمل المالك تبعة ملكه، ومثالها إذا هلك محل الالتزام قبل تسليمه إلى الملتزم له فإنه يهلك على ضمان الملتزم. يعني مثالها الجائحة، إذا جاءت جائحة ومثلا أهلكت الثمار قبل أن يسلمها المالك للمشتري، يعني يتحمل تبعة هذا الهلاك المالك ويعود المشتري بالثمن على المالك، يعني المالك يجب عليه رد الثمن إلى المشتري في هذه الحالة. إذن تناط به في حالة عدم وجود، كأنه لم يبع ولم يشتري. مثال العوارض المعدلة للالتزامات: تغير أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المقاولة تغيرا بحيث يلحق المقاول ضررا كبيرا أو بحيث يلحق المقاول ضررا كبيرا فيزال الضرر الفعلي عنه بالصلح أو التحكيم أو القضاء. مثلا إذا افترضنا أن المقاول يعني أراد بناء عمارة معينة واتفقوا على سعر، لكن عند يعني بدء العمل تغير سعر مثلا الحديد أو الأسمنت تغير يعني كبير جدا، يعني مثلا نفترض أكثر من 200%، يعني هذا يرجع فيها للعرف أو إلى الخبراء. لكن تغير مثلا كان يكلفه في الأساس، يعني هو في حسابه كان يكلفه 1,000,000، لكن عند العمل يعني مع تغير السعر أصبح يكلفه 3,000,000، فأصبح المشروع غير مجدي بالنسبة له. فيزال الضرر الفعلي عنه بالصلح، إما أن يتفقا على يعني تغيير الالتزامات، يعني مثلا يرفع السعر المشتري أو المستصنع، أو التحكيم أو القضاء. اختبار،
ينقسم الغرر من حيث مقداره إلى كثير ومتوسط ويسير. والغرر اليسير هو ما لا يكاد يخلو منه عقد وليس من شأنه أن يؤدي إلى نزاع. ومن أمثلته بيع ما يكمن في الأرض، بيع ما لا يعرف إلا بكسره، بيع الدار دون رؤية أساسها. طيب نكتفي. طيب الجواب هو الجواب الثالث، بيع الدار دون رؤية أساسها. ذكرنا هذا المثال وهو يعني أغلب الأجوبة كانت فيه. بيع ما يكمن في الأرض وبيع ما لا يعرف إلا بكسره، يعني فقط لفائدة الحضور، هذا من الغرر المتوسط، وهو أيضا لا يفسد العقد، لكن هذه الأمثلة مذكورة أيضا في المعيار الشرعي. واصل. الاتفاقية الائتمانية، يطلق الائتمان على المعاملات المالية التي ينشأ عنها دين في ذمة أحد طرفي المعاملة للآخر، سواء كان نشوء الدين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي، أم كان من المحتمل أن تؤول المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي مثل الكفالات وخطابات الضمان. يعني الائتمان النقدي يكون مثلا يعني في ابتداء المعاملة نحن نعرف أن هذه المرابحة ستنشئ التزام، يعني دين في ذمة العميل، فهذا ائتمان نقدي. أو يكون عرضي مثل الضمان لا يكون دين ابتداء، لكن إذا فعلا ضمن المصرف أو مثلا في الكفالة أو ضمن المصرف ودفع المبلغ فيصبح دينا في ذمة العميل. يقصد بعمولة منح التسهيل ما تأخذه المؤسسة على تخصيص واعتماد حد للتسهيل سواء أتم في العقود أم لا. ولا يجوز للمؤسسة أن الدخول النص مختلط، لكن عموما يعني هذه صورته، أو يعني المقصد من هذه العبارة أن المصرف يتيح للعميل أن يستدين، مثلا يعطيه بطاقة يقول له أو يخبره بأنه يمكنك أن تستدين إلى حد 3000 في الشهر، ثم يعني بغض النظر هذه تسمى عمولة منح التسهيل، بغض النظر هل استدان العميل أم لم يستدين، يأخذ المصرف عمولة على هذا يعني منح التسهيل، على إباحة أو استعداده للمدايرة. يعني قال له أنت بإمكانك الاستدانة، إذا لم تستدين يعني يجب أن تدفع عمولة منح التسهيل، وهذه ليست محل المعارضة ولا تجوز. يجوز للمؤسسة أخذ عمولة على دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت دراسة بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية. يعني إذا مثلا نفترض في عقود كبيرة، إذا أرادت المؤسسة والمصرف يعني النظر هل هذا العميل يستطيع الوفاء فيقوم بدراسة جدوى، هذه الدراسة مكلفة، فيجوز إذا كانت لمصلحة العميل وبطلب منه واتفقوا على المقابل منذ البداية، يجوز أن تأخذ على هذه الخدمة، يجوز أن تأخذ عليها بدل. التعاملات المالية بالإنترنت. مجلس العقد في المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت هو زمن الاتصال بين المتعاقدين ما دام الكلام في شأن العقد. نتحدث عن المحادثة طبعا، يعني مجلس العقد لأي يعني للمهتمين بفقه المعاملات والمالية الإسلامية، مجلس العقد معروف يعني أهميته. فلكن في يعني عندما نتحدث عن المعاملات عن طريق الإنترنت قد يختلط التصور، فالمعيار يحدد بأنه إذا كان في محادثة سواء صوتية أو بصوت وصورة فيكون مدة هذه المحادثة، وإذا كان في محادثة كتابية أو بالبريد الإلكتروني أو عبر الموقع فيبدأ
لحظة بلوغ الإيجاب إلى من وجه إليه وينتهي بصدور القبول كما ينتهي برجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر للإيجاب وإذا حدد الموجب زمنا لصلاحية إيجابه فإنه يستمر إلى انتهاء هذه المدة ولا يحق له الموجب الرجوع عن إيجابه خلال تلك المدة يعني النص واضح ينعقد العقد باستخدام الإنترنت أيا كانت طريقة التعاقد وقت صدور القبول من الطرف الآخر يعني إذا مثلا كان التعاقد عن طريق الإيميل فأرسل البائع للمشتري مثلا أبيعك الأرض الفلانية يعني وصفها وحددها بمبلغ كذا فرد إليه المشتري أو يعني الذي وجه إليه الإيجاب رد إليه بأنه قبلت البيع بمجرد صدر هذا القبول بمجرد أن يرسل هذه الرسالة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الإيميل بمجرد أن يرسله تم العقد ينعقد العقد ولو لم يعني حتى ولو أن البائع لم يعلم أن بقبول هذا المشتري بعد إذا وجهت الرسالة الإلكترونية عبر الموقع عبر الإنترنت والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه دون بيان جميع الحقوق والالتزامات أو كان مرسلها أو ناشرها على الموقع قد اشترط لنفسه الحق في رفض التعاقد ولو قبل الطرف الآخر فإن هذه الرسالة تعد إعلانا أو دعوة للتعاقد فتحتاج إلى إجابة وقبول يعني مثلا إذا كان يعني يبيع سلعة لكن لم يحدد بالضبط مثلا يعني المبالغ المستحقة أو أنه مثلا يعني مثلا قال أنا أريد أن أبيع هذه السيارة وعرضها على موقع بيع السيارات بدون تحديد مثلا يعني مثلا السعر لنفترض أو جميع الحقوق والالتزامات لكن مثلا من أبرزها السعر لم يحدد السعر فإذا قال المشتري أنه أنا أشتريها مثلا ب10,000 هذا يعتبر إيجاب من المشتري لكن الإعلان الأول هو مجرد دعوة للتعاقد المعيار 39 الرهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه طبعا يعني الأحكام يعني تستمد أحكام من هذه القاعدة منها ما هو موجود في يعني تحت هذا الحديث لا أثر لوفاة الراهن أو المرتهن على الرهن ويحل الورثة محل المتوفى المرهون أمانة لدى المرتهن أو العدل أو الوكيل وهو باق على ملك الراهن ما دام مرهونا فإن هلك بغير تعد أو تقصير من المرتهن أو العدل فلا ضمان عليهما وهذا يعني أيضا كما ذكرنا أنه الرهن أو كما ذكر في الحديث أن الرهن لمن رهانه فيعني لا يضمن المرتهن مثلا الرهن يعني صورته مثلا يستدين رجل من رجل آخر استدين أنا مثلا من أخي يوسف فأخي يوسف يقول لي لكي أضمن وفائك ارهن عندي سيارتك فأرهن أنا عنده سيارتي فإذا هلكت السيارة مثلا بفيضان أو بأي سبب بغير تعدي أو تقصير من الأخ يوسف فلا يضمن أن يعوضني عن هلاك هلاك السيارة ولا يسقط الدين يبقى الدين في ذمتي يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون بإذن المرتهن يجوز في صورة المثال السابق يجوز أن أنتفع بالسيارة إذا أذن لي أخي يوسف ولا يجوز للمرتهن اللي هو يوسف في هذا المثال اللي هو الدائن ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بدون عوض مطلقا بإذن الراهن أو بغير إذنه لماذا؟ لأنه قرض جر نفعا يعني لا يجوز لأخي يوسف أن يركب السيارة وأن ينتفع بها مطلقا ولو أذنت له ويجوز بأجر المثل لأن هذه تصبح أجرة يعني لا يعني أبعد عن الشبهة المعيار 40 توزيع الربح في المعاملات المالية يجوز للمؤسسة أن تحدد نسبا مختلفة بينها وبين شرائح مختلفة من أصحاب الحسابات الاستثمارية كما يجوز أن تكون نسبة الربح موحدة يعني مثلا يعني بحكم اختلاف المودعين يعني مثلا هناك مودع يودع مبلغ كبير ويودعه لمدة طويلة وهناك مودع يودع مبلغ صغير ويودعه لمدة قصيرة فيجوز للمؤسسة أن تحدد يعني نمر أو يعني تحسب بطريقة معينة نسبة الربح بناء على هذه المعطيات فتحدد مثلا فتجعل المستثمرين أو المودعين شرائح كل شريحة لها نسبة ربح معينة مثلا مع الشريحة ألف تكون نسبة الربح 70% للمستثمر و30% للمضارب المؤسسة
ومع الشريحة باء تكون نسبة الربح 60% للمستثمر أو لصاحب الحساب و 40% للمؤسسة أو المصرف. إذا حصلت خسارة في إحدى عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى، وإذا كانت الخسارة أكثر من الأرباح تحسم من رأس المال، والعبرة بجملة النتائج عند التنضيط في نهاية الفترة المالية التي تحددها المؤسسة، ولا تجبر خسارة فترة بربح فترة مختلفة، ويستثنى من ذلك الجبر من الاحتياطات. طبعا من الممارسات انه يعني لكي تستقر نسبة الأرباح نسبيا يعني في المصارف الإسلامية، يخصصون احتياطات من الأرباح السابقة والتي يجنونها يعني خلال السنة، على أساس أنه إذا قلت نسبة الربح عن معدل معين تجبر من الاحتياطات. فهذا جائز، لكن لا تجوز ب يعني جبر خسارة فترة ربح بفترة أخرى إلا إذا كانت من الاحتياطات. اختبار الاستعداد للمداينة ليس محلا قابلا للمعاوضة، ويخرج على ذلك عدم جواز أخذ المؤسسة. الاختيار الأول تكاليف دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية مشروع العميل، عمولة منح التسهيلات الائتمانية، عمولة الدراسة الائتمانية. طيب نكتفي. الجواب هو عمولة منح التسهيلات الائتمانية، والأغلب الذين أجابوا بهذا الجواب. عدم جواز، نعم، عمولة منح التسهيلات الائتمانية، لأنه قلنا ليس محل المعاوضة. يعني الاستعداد للمداينة ليس، يعني هو واضحة، وعمولة منح التسهيلات الائتمانية وضحناها في يعني في معيار في المعايير السابقة أو في الشرائح السابقة. المعيار 41 إعادة التأمين الإسلامي. إعادة التأمين يعني هي المقصود بها يعني توضيح الصورة، أنه مثلا التأمين، شركات التأمين أيضا تخشى أن يعني يمر بها ظرف، أو مثلا أو يكون عليها الكثير من الالتزامات لا تستطيع توفيتها. فهذه الخطورة قد تسبب في يعني وقف عمل الشركة. لذلك شركات التأمين تقوم بإعادة التأمين بالتأمين على هذا الخطر عند شركات إعادة التأمين. فالأصل أن تكون شركات، أن تقوم شركات التأمين الإسلامي بإعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين الإسلامية، لكن يعني يذكر المعيار أنه يحرم على شركات التأمين أن تقوم بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين تقليدية إلا كإجراء مرحلي على أساس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة وبالضوابط الآتية. ما هي الضوابط؟ أولاً أن تبدأ بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية بأكبر قدر ممكن. الضابط الثاني أن لا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأي احتياطات نقدية عن الأخطار السارية تعود ملكيتها لشركة إعادة التأمين التقليدية. مثلاً شركات التأمين، إعادة شركات التأمين يعني تضع مبالغ عند شركات التأمين في حال مثلاً وجود التزام فيدفعون منها. وتأخذ هذه الشركات يعني في إعادة التأمين التقليدي يأخذون فائدة على وضع مبالغهم في شركات التأمين، لكن هذا لا يجوز في الشركات، حتى يعني في عندما تقوم شركة التأمين الإسلامي بإعادة التأمين عند شركة إعادة التأمين تقليدي لا يجوز أن تدفع فوائد، لا يجوز أن يعني توافق على عقد ربوي، لكن يجوز أن تتفق مثلا على أن تحتفظ بهذه المبالغ على أساس المضاربة.
الضابط الثالث أن تكون مدة الاتفاقيات بالقدر الذي تتطلبه الحاجة، يعني كلما كانت مثلا لا يعني لا يتوسع، الحاجة تقدر بقدرها، فالمدة تكون بقدر الحاجة. وأيضا مثلا في الضابط الخامس أيضا يعني ما هو المؤمن، لأن يعني التأمين لا يقومون، شركة التأمين لا تقوم بإعادة تأمين جميع المخاطر أو جميع الالتزامات، تقوم بتحديد التزامات معينة على أسس يعني على أسس معينة. لكن عندما تقوم بإعادة التأمين عند شركات إعادة التأمين التقليدي تقتصر على أقل عدد من إعادة التأمين. والضابط الرابع في العد والخامس في الذكر هو أن توافق هيئات الرقابة الشرعية على اتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها. طبعا لا يعني لا تصرف مؤسسة التأمين يعني من غير موافقة الهيئة الشرعية أو هيئة الرقابة الشرعية. المعيار الثاني والأربعون الحقوق المالية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. الشفعة هي إحدى الحقوق المالية، لكن إحنا مثلا أردنا يعني مثلا عرضها في هذا العرض، لكن هناك حقوق مالية أخرى. الشفعة هي حق امتلاك العقار المبيع جبرا على مشتريه بالثمن الذي بيع به، وتثبت الشفعة للشريك في العقار أو الجوار. الشريك في العقار يعني مثلا إذا كان اثنان يملكون نفس يعني منزل واحد يعني مثلا مناصفة، لكن بدون تحديد، يعني ما المنزل غير مقسم مثلا دور أول أو دور ثاني أو شقة يمين وشقة يسار، لا يعني يملكونه بملكية مشاعة، فكل منهما يملك نصف المبلغ نصف المنزل، لكن ملكية مشاعة غير محددة غير مقسمة. أو بالجوار، الجوار اللي هو أن يكون مثلا يعني مثلا يعني مالك المنزل المجاور للمنزل. ويشترط في ثبوت الشفعة هي أن مثلا أنا أملك منزل وجاري يريد أن يبيع أو باع داره إلى مشتري، فأنا لا أريد أن أجاور مثلا هذا الشخص، أو يعني أفضل مثلا أن يبقى جاري هو جاري، فيحق لي أن أقول لجاري أن يفسخ البيع على أن أدفع أنا الثمن الذي دفعه المشتري. فمثلا إذا المشتري اشترى داره بمئة ألف، أنا أقول يعني من حقي ليس طلب، هو حق، يعني أنا يحق لي أن أذهب إلى الجار وأعطيه مئة ألف وأخذ أنا المنزل المجاور. ويشترط في ثبوتها أن يتشارك العقاران في حقوق الارتفاق. ما هي حقوق الارتفاق أو بعضها؟ حقوق الارتفاق منها خاص ومنها عام. من الخاص مثل حق مسير الماء، حق الشرب، وحق المجرى، وحق المرور. والحق الارتفاق العام هو الانتفاع بمرافق الدولة من طرق ونحوها. لا تثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه. فمثلا إذا جاري وهب داره، لا يعني لا يوجد حق هنا، أو مثلا ورثه أو أوصى بها لأحد. ولا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي وضعت لدفع الضرر مثل حق الشفعة. فلا يجوز أن أطلب من جاري أن أقول له مثلا أعطيني 1000 ريال وأتنازل عن حق الشفعة، حق أن أشتري هذه الدار مثلا جبرا. المعيار الثالث والأربعون الإفلاس. من أحكام الإفلاس تحل جميع الديون المؤجلة التي على المفلس بالرغم من عدم حق أصحابها بطلب التفليس، ويشترك الديون الحالة ويشترك أصحابها، الجملة معكوسة، ويشترك أصحابها في القسمة أصحابها ويشترك أصحابها في القسمة مع أصحاب الديون الحالة. طيب المعنى أنه مثلا إذا فلس المدين، فديونه يعني طبعا هو يفلس على الديون الحالة، لكن عنده ديون مؤجلة، يعني مثلا هو عليه أن يدفع مثلا مبالغ معينة مثلا 10,000 بعد شهرين، تحل ولو لم يأتي الشهرين، تحلها ويشتركون في القسمة مع الذين حلت ديونهم سابقا. طيب النقطة الثانية، لا تحل الديون المؤجلة التي للمفلس وتعتبر الديون الثابتة قبل التفليس داخلة في التفليسة. طيب الفرق يعني، لكن إذا كان له دين، يعني مثلا أنا أطالب مثلا أخي يوسف
أنا أطالب أخي يوسف مثلا بعشرة آلاف بعد شهرين، ولو أنه مثلا أنا قلت إذا امتلكت هذه العشرة آلاف الآن بإمكاني مثلا دفع الحقوق ورفع هذا الحكم بالإفلاس، لكن لا تحل، يعني لا يجب على يوسف أن يدفع قبل 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 الشهرين، قبل أن يحل أجلها. وهذا هو الفرق، يعني الديون التي علي التي يجب أن أدفعها تحل إذا فلست، لكن الديون التي لي لا تحل، تمتنع بعد القسمة قضاء مطالبة المدين بالباقي من الديون، ويجب على المفلس ديانة استكمال قضاء جميع الديون. يعني بعد القسمة، طبعا بعد التفليس، يعني تحصر أموال المدين وتباع، يعني بالضوابط، وتباع وتوزع بين المدينين، بين الدائنين. لكن هذا التوزيع قد لا يفي بجميع حقوقهم، يعني قد يبقى جزء من الدين لم يدفع لهم، لكن بعد هذه العملية لا يجوز لهم أن يطالبوا قضاء بالديون، لكن يجب علي ديانة وأخلاقا أن يعني لا يسقط عني الدين، يعني في ذمتي، هو الدين في ذمتي، لكن قضاء لا أطالب به. المعيار الرابع والأربعون، السيولة، تحصيلها وتوظيفها. المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى النقود، وإدارة السيولة هي تحقيق الملائمة بين تحصيل السيولة بأقصر وقت وأفضل سعر، وبين استثمارها وتوظيفها بصورة مجدية، وهي عملية يعني أساسية في المصارف عموما، يعني تحصيل السيولة مثل سواء من أصحاب الحسابات الاستثمارية أو الادخارية، أو سواء من المساهمين في المصرف. هذا التحصيل. التوظيف يكون بالاستثمارات اللي هي مثلا عقود تمويل للأشخاص، للشركات ونحوها. في المؤسسات المالية الإسلامية يجب تحصيل السيولة وتوظيفها بناء على عقود ومعاملات شرعية كالسلم والاستثناء والمرابحة والمشاركة وغيرها. واضح؟ طيب، هنا اختبار. الأجير المشترك، وهو من يعمل لأكثر من جهة دون التقيد بالعمل في وقت بعينه لمستأجر معين، لا يضمن الهلاك إلا عند التعدي أو التقصير أو المخالفة. طبعا هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، يضمن الهلاك مطلقا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز عنه. الخيار الثالث، يضمن الهلاك مطلقا وإن كان الهلاك لا يمكن الاحتراز عنه. Brother Michel, inshallah, make sure that you remind Sheikh to join before the session ends. Inshallah. طيب، مكتفي. الجواب هو الجواب الثاني، يضمن الهلاك مطلقا إلا إذا كان الهلاك بشيء عام غالب بحيث لا يمكن الاحتراز منه. لكن الأجير المشترك، فقط للتذكير، الأجير المشترك هو من لا يضمن الهلاك إلا عند التعدي أو التقصير. لكن الأجير الخاص لا يضمن الهلاك إلا عند التعدي أو التقصير، لكن الأجير المشترك يضمن الهلاك مطلقا إلا شيء لا يمكن الاحتراز عنه. طيب، المعيار 45، اقتربنا من النهاية. حماية رأس المال. حماية رأس المال، يعني الفرق بين حماية رأس المال وضمان رأس المال. حماية رأس المال يعني الضمان التزام من جهة معينة بأنه مثلا إذا نقص رأس المال يعني سيعوض هذا الملتزم أو الضامن من لحقه الخسارة أو الضرر. لكن الحماية هي يعني مثل أساليب تستخدم لحماية رأس المال، استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة. طيب، يشترط في الأدوات والإجراءات التي من شأنها حماية رأس المال والاستثمار ما يأتي، أن يتحقق فيها المساواة بين الشركاء في تحمل المخاطر والخسائر كلهم بحسب حصته في رأس المال. هذا الشرط موجود يعني في جميع المشاركات.
ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه وتقصيره. طبعا الضمان يعني غير جائز، لا يجوز أن يضمن مدير الاستثمار الربح أو شيء من رأس المال أو خسارة رأس المال، وأي أسلوب أو طريقة لتضمينه أيضا غير جائزة، وألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع، وألا تكون ذريعة إلى أمر غير مشروع. المعيار 46، الوكالة بالاستثمار. الوكالة بالاستثمار تقع لازمة في تطبيقات المؤسسات سواء كانت بأجر أو من غير أجر. يعني هذا الفرق، أنه الوكالة إذا كانت بغير أجر عموما، يعني غير هذه الوكالة بالاستثمار التي في جانب، يعني النص هنا أنها إذا كانت تقع لازمة في تطبيقات المؤسسات، لكن عموما الوكالة إذا كانت من غير أجر غير لازمة، لأنها لا تقع طبعا غير تكون لازمة في تطبيقات المؤسسات، لأنها لا تقع إلا بتعهد الطرفين بعدم الفسخ خلال مدة محددة. فيعني هم ألزموا أنفسهم في المؤسسات، يلزمون أنفسهم بأنه مثلا هذه الوكالة الاستثمار تكون لازمة لمدة 6 أشهر أو سنة أو 3 أشهر أو نحوها. يجوز أن يشترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة جميع أو بعض ما زاد عن الربح المتوقع حافزا له على حسن الأداء. طبعا الوكيل بالاستثمار بخلاف المضارب يأخذ أجرة، يعني مبلغ مقطوع، يعني سواء خسر الاستثمار أم ربح يستحق الأجرة هذا الوكيل. لكن مع الأجرة قد يعني يتفقان العاقدان على وجود حافز، إنه في حال مثلا حدد أو حقق نسبة ربح عالية أو مثلا معينة، يعني مثلا فوق 10% أو فوق 20% من رأس المال، فيكون له حافز مثلا نسبة من هذا المبلغ الزائد أو كله. ضوابط حساب ربح المعاملات، طبعا هذه يعني تذكير، يعني احنا ذكرنا بعضها، لكن يعني الهيئة أفردت معيار خاص بضوابط حساب الربح، لكن يعني في كل عقد هناك ضوابط. يعني مرينا احنا مثلا في البيوع او في المشاركات وفي بيع الاستصناع وفي بيع المرابحة. طيب الأصل عدم جواز تحديد الربح من السلطات المختصة ما لم يحصل لاحتكار أو لظروف طارئة أو لمصلحة ظاهرة، فيجوز التسعير عموما لا يجوز، لكن يجوز للحالات المذكورة، لأنه مثلا إذا حصل احتكار أو ظروف طارئة أو مصلحة ظاهرة فيحدد، يعني يجوز للحكومة أو السلطة أن تحدد مقدار الربح بشرط عدم الإجحاف. تجوز الزيادة في ربح العمليات المؤجلة عن الربح في المبيعات الحالة على أن تكون مدمجة في الثمن، وألا يزاد في مقدار الدين بتأخر السداد عن الأجل المحدد. يعني إحنا ذكرنا أنه مثلا عندما ذكرنا أنه يجوز ترديد الأجرة في إجارة الأشخاص لأنها على عمل، لكن هذه على دين. يعني إذا أنا بعت مثلا جهاز ب10,000 وسلمت الجهاز، يصبح المشتري مدينا لي ب10,000. طبعا مثلا 10,000 حالة يدفعها مثلا بعد سنة، فال10,000 الآن هو سيدفعها بعد سنة، فإذا تأخر بعد سنة عن السداد لا يجوز أن أزيد في مقدار الدين. وأيضا لا يجوز أن مثلا نتعاقد على أنه مثلا إذا سدد في السنة الأولى نتعاقد، وليس نتفق قبل العقد، نتعاقد على أنه إذا سدد في السنة الأولى يدفع 10 وإذا سدد في السنة الثانية يدفع 15، هذا لا يجوز لأنها مترددة، لكن عند العقد نبد بإحداهم. لا تصح الجدولة للدين بزيادة كل من الزمن والربح. طيب هذه الجدولة هي اللي هو التأخير، يعني مثلا أنا أقول لك مثلا أعطيك، وهذا يعني ربا الجاهلية، مثلا أنظرك أو أصبر عليك لمدة عام آخر أو شهر آخر مقابل أن تزيدني مثلا بدل 10,000 تصبح 11,000 مثلا، هذه لا تجوز، هذه من ربا الجاهلية. المعيار الأخير خيارات الأمانة. قاعدة عامة في خيارات الأمانة لا تنتقل، طبعا هذا المعيار الأمين، المعيار الأخير في هذه الشهادة CSAA، لكن المعايير الشرعية الآن تقريبا وصلت إلى 60 معيار، لكن الاختبار يختص فقط بال48 الأولى.
لا تنتقل خيارات الأمانة، قاعدة عامة لا تنتقل خيارات الأمانة، وفي المعيار هي ثلاثة: التغرير والتدليس والغبن، بموت صاحبها إلى الورثة. فيعني مثلا لو كان ثبت خيار الأمانة، خيار مثلا التغرير، لنقول ثبت خيار التغرير للمشتري ثم مات، لا 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 يثبت الورثة، الورثة لا يحق لهم فسخ البيع على أساس خيار التغرير. خيار التغرير حق المشتري في فسخ العقد لقيام البائع ومن يتواطأ معه بتدمير منه في وصف المبيع بما ليس فيه لشرائه بأكثر من ثمنه، ومن صوره النجش والقول بأن التكلفة أعلى من الحقيقة. واضحة. خيار التدليس هو حق المشتري في فسخ العقد لظهور ما قام به البائع ومن يتواطأ معه من أفعال تظهر المبيع على غير حالته، ليظن المشتري كمال المبيع، ومن صوره تغيير العلامة التجارية، لأنه مثلا المبيع إذا كان مثلا من علامة تجارية معينة فيعني معروف أنه مثلا قد يكون بجودة معينة، فإذا كانت هذه العلامة التجارية مغشوشة أو غير حقيقية فيثبت خيار التدليس. خيار الغبن هو الخيار الثالث. خيار الغبن هو إذا كان يعني الربح أو زيادة في الثمن زيادة فاحشة. طبعا من يحدد أنه هذه الزيادة فاحشة؟ لا، أهل الخبرة. فإذا ثبت أن هناك زيادة فاحشة في الثمن في عرف التجار في كل زمان ومكان بحسب تقويم المقومين، فيحق للمشتري الفسخ بخيار الغبن، واشترط فيه أن فيه جهل المشتري، يعني لا يكون عالما بهذا الغبن، يعني لا يكون عالم مثلا أن هذه السلعة قيمتها مثلا 1000 وأنا أشتريها ب3000 ثم أطالب بخيار الغبن، يجب أن يكون جاهلا. ويعني مثلا هذه هي. طيب، الاختبار الأخير فيما يتعلق بالمعايير: من الفروق بين عقدي السلم والاستصناع. جواز الخيار الأول: جواز وضع شرط جزائي في عقد الاستصناع على التأخر في تسليم العمل وعدم جوازه في السلم. الخيار الثاني: كون المبيع في السلم موصوف في الذمة ومعين في الاستصناع. الخيار الثالث: وجوب تعجيل الثمن في الاستصناع وجواز تأخيره في السلم. طيب، كما يعني الجواب كما أجاب الأغلبية، هو جواز وضع شرط جزائي في عقد الاستصناع على التأخر في تسليم العمل وعدم جوازه في السلم، لأن في السلم يكون يعني التأخر هو دين، يعني الزيادة في الدين ربا. طيب، بهذا نكون اختتمنا المعايير الشرعية وننتقل إلى معايير الحوكمة. معايير الحوكمة أربعة، نأخذ عنها نبذة مختصرة يعني من أهم الأحكام التي فيها. في المعيار الأول: يجوز أن يكون أحد الأعضاء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات. أو الضابط الثاني أو النص الثاني: يجب أن يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل المساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة. فلا يعين الأعضاء الهيئة الإدارة أو الإدارة التنفيذية، بل يعينها المساهمين. لماذا؟ لضمان استقلالية هذه الهيئة. يجب أن لا تضم الهيئة في عضويتها مدير من المؤسسة ولا مساهم ذا تأثير فعال. أيضا هذا يعني هذا الضابط لكي نضمن استقلالية الهيئة. المعيار الثاني: الرقابة الشرعية. يحق لهيئة الرقابة الشرعية الاطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات، وذلك يعني لتبدي رأيها.
تبدي رأيها يعني في مدى التزام المؤسسة أو المصرف في بالتزامه بأحكام الشريعة. النقطة الثانية، تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن أنشطة المؤسسة لا تخالف الشريعة كما ذكرنا، يعني هذه الهدف من الرقابة الشرعية. الهيئة مسؤولة عن تكوين وإبداء رأي حول مدى الالتزام، حول مدى التزام المؤسسة بالشريعة، لكن مسؤولية الالتزام تقع على الإدارة. يعني الهيئة ليست مسؤولة عن التزام الهيئة ليست مسؤولة عن التزام المؤسسة بأحكام الشريعة، لكن مسؤولة عن إبداء رأي في مدى الالتزام. يعني مثلا تقول إن نحن وجدنا أنه المصرف الفلاني، مصرف ألف أو مصرف باء، ملتزم بأحكام الشريعة، وجدنا عنده المخالفات الآتية، والإجراءات التي اتخذناها في معالجة هذه الإجراءات كانت كيت وكيت. الرقابة الشرعية الداخلية الهدف الأساسي منها هو التأكد من أن إدارة المؤسسة أدت مسؤوليتها تجاه تطبيق الشريعة وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. يجب أن لا يكون للمراقبين الشرعيين الداخلين أي صلاحية أو مسؤولية تنفيذية تجاه الأعمال التي يراجعونها. لماذا؟ لكي نضمن الاستقلال والحيادية. يعني لا، يعني من الصعب أن نطلب من الرجل الذي يقوم بالعمل أن يدقق على عمله، أن يعني أن يبدي رأيه في هذا العمل، هل هذا الرأي، هل هذا العمل كان موافق للشريعة، لأنه قد يفتقر أو يعني يكون محل شبهة، يعني يفتقر للحيادية أو الموضوعية. المعيار الرابع، من المجالات التي يجب على لجنة المراجعة والحكم مراجعتها. المعيار يعني في عدة نقاط، لكن يعني مثلا هذه اللجنة تابعة للإدارة، لجنة المراجعة والحوكم. فمن المجالات التي يجب على لجنة المراجعة والحكم مراجعتها وتقويمها الممارسات المحاسبية، وهذه تشترك فيها يعني المؤسسات الإسلامية والتقليدية، والحسابات والتقارير المالية أيضا مشتركة. الأخلاقيات قد بحكم يعني ما هي الأخلاقيات التي تلتزم بها المؤسسة الإسلامية، قد يكون هناك فوارق، لكن الفارقين الأهمين هما الأخيرين، المجال الرابع والخامس، وهو الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. هذا المجال غير موجود أبدا في المؤسسات التقليدية. والمجال الخامس هو استخدام أموال الحسابات الاستثمارية المقيدة. بهذا نكون اختتمنا معايير الحوكمة. أخيرا ننتقل إلى اختبار أخير يختص بالحوكمة. يجب أن يتمتع المراجع الشرعي الداخلي بالاستقلال، وذلك بأن يكون من حيث الوضع التنظيمي داخل المؤسسة مستقلا إداريا عن الجهات التي تقوم بمراجعة أعمالها، أو ذلك بأن يكون من خارج المؤسسة تابعا لجهة إشرافية كالبنك المركزي، أو أن يكون من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. طيب اكتفي بهذا القدر. الأغلب الحمد لله جاوب، يعني الجواب صحيح من حيث الوضع التنظيمي، هو الجواب الأول، من حيث الوضع التنظيمي داخل المؤسسة مستقلا إداريا عن الجهات التي تقوم بمراجعة أعمالها. بهذا نكون قد يعني اختتمنا هذه الجلسة، كانت طويلة بعض الشيء ما يعني، وما شاء الله يعني عدد لا بأس به من الحضور يعني استمر معنا إلى الأخير، فلكم جزيل الشكر. وإذا كان هناك أي سؤال يعني يمكن توجيهه، الأخ يوسف سلطان موجود معنا في الختام الحمد لله، ويعني جزاه الله خيرا، يعني كان قد أصيب بعض التعب لكن هو موجود الآن. فإذا هناك أي سؤال أو استفسار فتفضل. نعم بإذن الله، المادة التعليمية يعني سيقوم الإداريون بمشاركتها مع الحضور بإذن الله.
نعم أخي أحسن. Yeah, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeah, Sheikh is back with us, mashallah. طيب. Yeah, assalamu alaikum, brother Ahsan. Can you enable the video for me? It shows that. Yes, yes. Sheikh, yes, you can open the video, Sheikh. Okay, thank you. Jazakumullah khairan. Shukran liakhi Mishal. Shukran li jami' al hudur. نرجو أن هذه الجلسة كانت مفيدة ونرجو أن أدعو لكم أنكم تكونوا ناجحين في الاختبار إن شاء الله في هذا البرنامج المدقق الشرعي من أيوفي إن شاء الله. إن كان عندكم سؤال أي سؤال حوالي هذه المعيار إن شاء الله سنقوم بالجواب في هذه الجلسة وإلا إن شاء الله ممكن ننتهي الجلسة إن شاء الله. جزاكم الله. There is one question in Q&A, Sheikh. Let me check. I cannot see because I think I joined late. أخي أحسن جاوبنا على هذا السؤال. الفرق بين الحوالة المطلقة والمقيدة. Oh, okay, yeah. We have already answered. Ajabna, now. So, if anybody wants to ask question, they can raise hand. Perhaps, mashallah, there was a 3 hours plus session was delivered. Is the longest session so far delivered, TAIF? Alhamdulillah. هل ممكن الحديث عن متطلبات الحصول عن الشهادة المهنية؟ The question is regarding what we need to do for the certificate, right? Brother Michelle? Yeah, about the certificate, inshallah, we will share the certificate, but if the name is correct, inshallah, you will receive the certificate within this week. I think this is about the CSA, right? Oh, no. CSA certification. Okay. هي المتطلبات. المتطلبات الاختبار نعم. We don't have anything else, right? But inshallah, it's only about the exam. Maybe you want to explain answer to the question. يعني أنا غير متأكد صراحة من المتطلبات. إذا كان هناك يعني مثلاً يشترطون خبرة أو نحوها، لكن في الاختبار يعني ذكرنا إحنا المتطلبات أو ما يشمله البرنامج في الاختبار، ذكرنا إنه يشمل المعايير الشرعية ومعايير الحوكمة وكتاب يعني إذا كان باللغة العربية وكتاب التدقيق الشرعي. يعني غير هذه يعني هذه بالنسبة للاختبار، لكن هل يوجد يعني شروط خبرة مهنية؟ ليس عندي علم، لا أدري. طيب أخي يوسف. طيب شكرا. عندكم سؤال آخر؟ طيب إن شاء الله قبل أن نختم يعني علينا أن نراجع المعايير الشرعية بالكلية إن شاء الله، وخاصة المعايير مثلا من المعيار الأول إلى معيار 15 يعني المعايير التي يعني على الوقود، مثلا مضاربة، مشاركة، مرابحة، سلم، استثناء، إجارة، تورط، وقف، وكذلك التعريفات. في كل معيار هناك قسم للتعريفات، في بعض المعيار لا يكون في قسم ولكن التعريفات في نفس المعيار، فعلينا أن نركز في هذه التعريفات وكذلك الأشياء المحرمة، يعني لأن هذا الشهادة للمراقب الشرعي للتدقيق الشرعي، فعلينا أن نلتزم بالأشياء المحرمة لأن كل شيء لا يحرم هو مباح، الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، فلذلك إن كان هناك بند
يقول أن هذا شيء لا يجوز أو أي حرام، فعلينا نركز على هذه البنود إن شاء الله. فيعني هذه هي النقاط المهمة، والحمد لله في هذه الجلسة اليوم نحن يعني راجعنا المعايير، يعني بعض من الأحكام الشرعية والتعريفات. إن شاء الله نرجو أو ندعو لكم أنكم يعني ناجحين في الاختبار وحاصلين على هذه الشهادة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وحياكم الله وبارك الله فيكم. في مشعل، هل عندكم شيء أن want to share anything else? جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله we can finish. سبحان الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.